بلد. ايه مع الرابعة بتكون كاملة حركة الفرق يعني. لا يا جماعة بالمحبة والإيمان رح نرجع نبني لبنان عشو هالتبويزة فردي ما شايفي كيف كلهم فردينو هذا شو هالفراغ هيدا محل تركينه للشاب اللي عم يجي من طرابلس هيدا محل سمير استاذ بس يجي بس هيدا سمير ما عم شوفه خالص ما يكون مفكر بعد ما عم تمرن تحت على الصنية لا استاذ نور عم بيجي هو بس عم يوصل بعد بروفا طريق تبعه طبعا طرابلس ارز عيناتا هيدا ما بيعنيني في فرقه عم تجي فهم لي اياه اللي بده يجي اوكي انه مصفيين رح نشتاق له يعني اوكي ليكو ما بدي احس حركه الايد يعني مثل واحد مادد ايده ليطلع له ربطه خبز حركه الايد بدها تطلع وكانه للمستقبل افترضوا في مستقبل انتوا للامل اللي جاي كذا الامور الضيعة عرفت كل الضيعة عرفت مين اللي سرق الجرة ورجعت هالضيعة اتحدت التفت على بعض البعض شفتوني كيف ما في مجال انه شو هيك شعر كأنه غريب هالوقت بس عبوة ما في شيء ما في شيء بس مدري شو هو معقولة قصف ما في شيء هذا بيكون في تفجير ألغام ما في شيء ايه بس اذا ألغام ليش بس واحد سمعنا لا طبيعي ما اني بفجروا كل واحد وحده لانه جمعة الماضي فجروا شوي منه وهلا شوياك بالشكل ما في شيء بيكون فكري ما على علمي بفجروا الغام بالله علي اعطيني اخر مقطع اذا بتري معلم رفعت صاحي شوي اسمع لي هلا مقطع الارز كيف بدها تنزل يلا وصلت الأرجة شو بتزبط معي؟ ايه بتزبط ما في شيء ما بزبط نعم مدام جريدين ما في شيء هيدا تفجير الغام ما في شيء سوسو كلمي ماما ييه عسى ما ربي عمو شوف الأرز نازلة بكرة عمو بإذن الله منتمرن مع الأرز ما هيك معلم الفعال ايه بكرة من كلبت بروفا بكرة أي ساعة نور بكرة بروفا ساعة 5 ستنا 3 شو 5 5 قلت لي استاذ هي كانت 5 صارت 3 في شي ما يوقع لا ما في شي بس شو بعد عندي بعد عندي نهار قبل الافتتاح شو بعمل
يعني شو هلا ثلاثة؟ ثلاثة يا عم ثلاثة شو بكره؟ ماما خلصنا ويلا جاي حش نقي. بعدين شباب صبايا انتبه، بكره بروفا مع تياب كامل، هذا تياب مش تياب فينال. في تياب خصوصي للفينال؟ معلوم في تياب بياخذوا العقل باولا. استاذ نور، استاذ نور ممكن لحظة؟ إذا بعد وارد تأجلوا الافتتاح. أنا جاييني حفلتين على الشارقة، الليلتين لبنانية على الخفيف، هيك بنط بسوي هون وبرجع. لا مختار ما بقت نطلة مطرح الله يرضى عليك، بعد بكرة الافتتاح حددناها نهائية. لا سؤال يعني بلاها. يعطيك العافية. شكرا أستاذ. إيه شو بتحكي أنت؟ لا أنت تحكي خير إن شاء الله. يعني ما بعرف كيف بكتخذها أستاذ، مش إنه طائفية أو شيء أستاذ بل... يعني صراحة يمكن حضرتك تعرف نحن صراحة لو ما حدا غيرك ما كنا منجي لهون، تعرف وخاصة شغل بالليل يعني. يعني مش تخدها لأنه غربية أو شرقية، بس نحن نعرض علينا كذا مسرحية بالمنطقة وفضلنا نشتغل معك ولو بالغربية. بس يا شباب شو شرقية شو غربية؟ ما بقى في شيء. هو ما في شيء مزبوط أستاذ، بس كنفسيا يعني لأنه أستاذ عم يسمع 100 كلمة الواحد وساكت يعني كرمالك. لا يا طونة اي كلمة ولو مثل يعني شوية. بالفرقة استاذ انه اخواننا الاسلام مثلا مش لانه اسلام ومسيحية بس عرفت كيف أرجو. كل الوقت عم نحس بدي لك شغلة، كلكم فرقة واحدة قلب واحد ارجو. ما هني مش هيك اخذينا استاذ، عم يصير تزنيخ. هي استاذ معلاش عفوا على السؤال، بس ليش ما عملتها بالشرقية؟ ما راح نعملها بالشرقية وبالغربية، ما في مشكلة، بيروت الكبرى يعني ما في. لأنه بالفعل كل العالم وأصحابنا بيسألونا إنه ليش لمبلشينا بالغربية؟ مش كغربية وشرقية بس كجاو مثلا كجمهور. نعم استاذ نور في فؤاد ماشي بدك منه شيء؟ لا ما يمشي. لحظة فؤاد لحظة. طيب طيب المهم استاذ إنه ما تفهم حديثنا كطائفية، بس معناته الحكي ولا وزاف حبيبي ما تفهمنا غلط. شو خايف فؤاد؟ لوين ساحي؟ ساحب على الجبل. ما بدنا ندفع على الشلال اللي وصيتكم عليه، وين صرتوا فيه؟ والله بدك تشوف معلم رفعت. ما معلم رفعت قال لي انت هاوي جفصين وانت رح تسويها. انا ايه بس ما عرفت شو حكي وفيصل، لانه قال في لمبات بده يعطونيهم. لمبات؟ انا رفعت رفعت واقف واقف يعني شو عم تسمعوا البرنامج كله؟ لا عم سمعوا يا بلدنا مشان يعرف بس مش هاي يا بلدنا علي جينا على الساحة. هذا عم بقول انا غير موسيقى. غير موسيقى؟ ليش بتعرفهم من بعضهم انت؟ تعال شوف هذا طاخي شو بدك بالموسيقى؟ الله فهمني هذا الشلال شو نكبته بعد مخري. هذا الشلال فؤاد يسوي لانه في شغل جفصين محكينه. هلا حكينا فؤاد عم بيقول ايه له انت ما يساوي شيء قبل ما فيصل يعطيكم اللمبات انت شو؟ ايه ما بده فيصل يعطينا اللمبات قبل لا ينشغل الشلال عقياسهم. يا معلم فيصل شرف لعندي لحظة. استاذ استاذ نور شو خي خليني امشي انا لانه مسرب علي بعد وبتعرف حالي وصفه فوق. هلا بتمشي خي دقيقه بس بدي اشوف مين الكذاب. انا دقيقه بس الله ستر. هلا بالنسبه للارز استاذ نور عندك فكره تقريبا يعني قديش معها وقت لتنزل؟ طبعا في اربعه يا بلدنا. يا بلدنا أربعة. فهمت فهمت إنه في شيء دقيقة يعني. عدا لا خي ما في مين. يا بلدنا شيء سبعة ثمان ثواني مشقت حالها سبعة. شو منين جبت لي الدقيقة؟ ما هلا فرجيناك إياها مع الفرقة. بده يكون ما فهمت عليك شو بدك. ولشو كنت عم تزل لي براسك هيك؟ لا مور استاذ فيصل المعلم رفعت والمعلم فؤاد عم بيقولوا ما رح يقدروا يشتغلوا شيء بهالشلال قبل ما حضرت جنابك تسلمهم شريط اللمبات. نعم. ليه بعد ما سلمتهم شريط اللمبات؟ ما قلت لها بدي اشوف الشلال قبل لا اقدر سقط اللمبات بقلبه. بقلنا شريط بدهم يبرموا. مثل كأنه ماي ودافع. هوا الشلال بدنا نركبه. طيب نحن هاللمبات خي فيصل. نعم. إذا ما شافهم فؤاد كيف شكله ليعمل لهم محل، كيف بده يسوي الشلال؟ إيه بس أنا لمباتي ما بقدر نقيهم إلا إذا بين معي هالشلال كيف سيستمه. بركي لمبات صغار ما تنفع، بركي بده لمبات مطولة. فرجيلي الشلال قبل بساعة بسلمك اللمبات. لك ما هو فؤاد إذا اللمبات بين إيديه ما بتاخد معه بنص ساعة بيسلمك الشلال. شو معلم فؤاد؟ شو قررتوا؟ شو قررنا؟ ما أنتوا عم تقرروا شو عفواً عفواً أستاذ، إذا فؤاد بيصور الشلال أول شيء مخطط، فيصل بيشوف لمبات على الصورة كيف وبعدين بيصير شغل. إيه سمونا إيه؟ بس انا بالتصوير ما بقدر طالعه مزبوط مثل ما هو. جيب انا بصور لك. شو بدي جيب؟ جيب شلال انا دغري بصور.
تخيل شو بقى. انا كنت عامله شلال العاده، جيت انت يا فيصل افندي فت فيه انه مدري شو، وبعمل لك اياه بضوء وعلى مي دافئه وبيطلعوا بيرجعوا بينزلوا. يا شو لعبت لي بخي وعشو عمشي يا معلم فؤاد؟ انت رب الجفصين ايه ولا لا يا اخي؟ يا معلوم خلص سوي لي شلال العاده على مزاجك انت، ومي دافئه من عند خينا فيصل ما بقى بدي تكرم عليك، وخلصنا من السيره. يعطيكم العافيه، بكره على بكره بجيبه كل بد مي دافئه. يعني شو هلا؟ خلص سوي له اياه مثل ما بده. تصبحوا على خير. الله خالد ريكور حكيني كلمة. انا فيه يمشي جرب شو بعرف. تست 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 تست. شو خي علي كيف صحته؟ هذا عم تعالجه؟ لا خلص مشي مشي مشي. هلا بس مشيت الفرقه مشي شو بدي يعني؟ هذا بكره وقت الحفله بيمشي بالاستراحه. لا هي شيخ مثل ما الله بريد. من ناحيه الصوت حط ايدك بمي بيردي. بس لازم تحضر شي بروه واحد يا سمير، هيك ما بيصير اخي. شو هو اللي عم يصير؟ الي بالعودي بطلع من طرابلس على الارز بكير، قطع عيني تبع البيك خلص مسهله، من زحلي سريل علي عرمون وشك دغري خلد بيروت. ما تاخذ معي هالقد بس العقه كلها وين عم بتصير؟ اهلا استاذ عم نخبره. ما نخبره الاستاذ كل العقة عم بتصير على صوفر. ما في عندك الاسرائيليه هلا، مع انه توصل بألف حجه وحجه لا قدرت دبر تصريح من الاسرائيلي تصور، لانه اذا فيت بلا تصريح ممنوع. يعطيك العافيه خي سمير، يعني بس مقضيها على الطريق يا حبيبي. ما في بروفا عم تلحقها هلا، شو بدنا نعمل يعني؟ معك حق معك حق، بس شو بتريدني اعمل؟ شو بك بس قول الدبكات محفوظين كلهم، عم ضل اتمر عليهم بالشمال. الله يوفيك تعبك خي سمير، يعني بس ليك مش اصول الفرقه عم تدبك ببيروت وانت عم تدبك على التبانه. بدنا نلاقي لها حل سمير. انه يعني هلا ما فينا نتمرع على شيء برايك؟ تمرن شو بتمرن انا وياك وبنت خي؟ راحوا يعني لبكره وعليكم خير. طيب خي سمير ما خبرني انت مثلا مواردي ابدا تجي من تحت على طريق الساحل؟ اعوذ بالله. طيب شو في عليك شيء؟ قلون عليك شيء؟ اعوذ بالله. منيح فهمني انه معقول يضروك يعني؟ لا شو بدهم يفيدوني يا استاذ؟ ما عم اقول لك اعوذ بالله. خلص خلينا لبكره ان شاء الله، بكره منوصل على الوقت. تأمرونا بشيء من الشمال؟ بس بدنا نتيجه على الوقت زي بيه وكل ضغط اخر مره. راح مشي؟ نعم مشي. ما بدي احكي قدامه انا هذا الشغل هيك بالطريقه خي مشغل ولا ندفع. انا بعرف شغلي، انت اليوم مدير فرقه، هاي فرقه هاي سفينه، انت ابطان السفينه. خلص خي بتا فلان الفلاني مثلا ما عطانا، فلان الفلاني شفته خرم معنا، خلص اورفار اميرسيه. ما في يعني جزار بدك تكون. هذا عزيز بعد ما سلمنا كل التياب صح؟ مظبوط. وهذا شلال مدري شو طاعونه، وهي ارزه رفعت رفعت غيشي يا اخي غيشي عملتين رفعت، وهذا سمير كمان مثل ابن بطوطه مضي لي اياها على الطريق. شو هذا؟ خلص خيبتها اورفار اميرسيه. ما بعلمي انت كلمتك ما بتصير اثنين الا شو من ثلاثه وبتطالع مصفيين مية. بدنا نشتغل يا طيب طيب شغل بكره شو غير شغل غير شكل بعد في بكره اذا بدك تفرجيني يعني. طيب استاذ نور شكل. ما تنسى تتصل سيد نزيه ضروري. شو بو السيد نزيه؟ شو بده السيد نزيه؟ كان منرفز بيفتكر مشان مصاريف مسرحيه صار طالع كثير. هذا قال هلا سيد نزيه بس بده ينتج مسرحيه ضخمه مثل هالمسرحيه، بده يسخى عليها. شو بهاي مسرحية سامع بالأخضر واليابس؟ نعم سامع. هاي مسرحية مفروض تحرق دين الأخضر واليابس. احكيني بمصاريف يا طيب يعطيكم العافية. ضحكني يعطيكم العافية. كريكور نعم جبت لي 2 كيلو أفوكادو؟ إيه حطيته عندك بالسيارة. عمو؟ إيه عمو؟ عرفت إنه بلشت تكتب مسرحية جديدة؟ والله؟ غير هديك تبع الفانوس؟ ايه ايه غيرها، تبع الفانوس يمكن الغيها. بدك تلغي تبع الفانوس؟ والله مش قليلة أنت يا بنت. يعني أنا متوقع لك مستقبل، ما تفكري لأني عمك عم بحكي. أنت أنت العبقرية الصغيرة أنت. يحرق دينك ما أزكاك. هدي عمو بنكح السيارة زباينها اللي بيجيها. بتعرفي الهنا؟ الو بونسوار، بحياتك الكولونيل خليفي موجود؟ صديق ونور
بونسوار مكولونيل، كيفك؟ الحمد لله، طمني عنك. حمل حمل ماشي الحال، كثر كثر النعم ماشي الحال. شو مكولونيل، شو سمع لنا؟ شو الأجواء؟ الأجواء بيروت ما بيصير فيها. تعال. طيب هالوضع بالجبل ايه ايه نعم ايه طبعا ممكن ايه هالوضع بالجبل ممكن ايه ايه بعرف طبعا طبعا تاخد وقت هالوضع بالجبل بالنعم بالجبل نعم نعم برأيك معقول يأثر شيء عبير قلت معقول ما بأثر اتدولت انه نحن الوقت اللي مبلشين فيه منيح هلا انت كيفك خيي هو الاستاذ نور مصر بده يون يكونوا بالفرقه ما قلت له انا من الاساس في عدد من الرئيسه كافي من هون من المنطقه منجيب لك يون وبلا وجعة هالراس ما كان يقنع خيي بده انه يكون في مسيحيه بالفرقه انه قال يا باشو لا تكون الفرقه مختلطه اي مختلطه ليش هن بيختلطوا يا اخي انا ما في واحد منهم ما في واحد منهم لهلا مسلم علي يوطوا صوتكم بلكي مفتوح هيدا الميكرو لا لا عم بيمدوا كابل لهديك الميله هيديك النهار نحن وعم نلبس واقفين مين سوسو عم تحكي مع رفيقتها مش عرفتني سمعتهم طقت بدينتي شو بتقلها الخي هلا صار شارع الحمراء ليه خلقت الله يسم الله شو بتجيبها هيديك باولا قال ايه طبعا لانه جماعتنا صار فيهم يجوا لهون ولك تسلم لي هي وجماعتنا ها اجت الست باولا اسم الله حولها غيره الحديث ايه استاذ مريم بركي تقعدوا مع كل فرقه وتعطي ملاحظات مشان رقص مواقف عم بعطيهم ملاحظات ايه اوكي اوكي بس اذا بيصير مشان كله شباب صبايا مع بعض في مانع ليش لا؟ قل له ننتج معهم انت يلا انت زقف له وجمعه يا ما هو صار شباب لحظه ومن هنقوم احلى ما يفكروا عم نحكي عنه انتبهي انتبهي عناية وإيمان وراك انتبهي خليني انت واقف لحظه خليني قيس هلا بيجي نور وبلش عيط علي يلا هاي اهلين كيفك؟ شو في ما في؟ نزلتي على الجامعة اليوم؟ اي مش الحال شيلي هون مدري شو في على عينك ولا؟ مش منتبهة ميرسي كلك ذوق طيب اوكي بالاذن ولا هلا خيك ريكورد طول لي بالك شوي انا ماني غشيم ان كان جوزيف ولا ريمون ولا طوني انا مأكد مطايقيني لما دايم بعطي ملاحظة وما بيطلعوا فيي وانا عم بحكي وبيرجع بيعملوا الخطوات على ذوقهم اخر شيء هديك النهار جوزيف صار بده يعلمني كيف بدي صمم الخطوات شوف مهيب انا عندي خبره معليش بلا ما اعلم اياه عليك انت مثلا بدك تعطي ملاحظه لجوزيف اعطيه ملاحظه لجوزيف ملاحظه لعبد دغري وراه بدك تعطي ملاحظه لباولا تعطي ملاحظه لايمان دغري وراه عرفت كيف احلى ما هو بفكر دغري يلا يا شباب تفضلوا كلنا عيوننا على المختار لهون بهاللحظه المصيريه شو رح يقول اكتر في لهفه وفي مصير فرجوني المصير لشوف هيك المصير فيرا عمو منيح فيرا بديع مش منيح شوفوا حركه فيرا بدون ما تطلعوا
فيرا عم بتجي تفرجينا شوي بالنص ما تصغري. هذا المصير بهالشكل. مختار انت شو الجملة عندك دخلك بس تفتح الشباك هون شو بتقول لهم؟ انا بقول لهم شو يا جماعة؟ شرف مختار يلا. علي اعطيني من الاول مشهد عيد الفرح الغريب سرق الجرة واجوا الصبايا بقى مش عارفين من هون بدي. مختار سكر لي هالشباك بيس. استاذ نور؟ نعم استاذ نور. بتحب اسرق الجرة هلا استاذ؟ لا هلا سرقتها وبوصل. جينا على الساحة الجريديني نسيتوا المشهد ما هيك؟ جينا على الساحة فهيك. بس مدام جريديني ما في شيء، كل صبايا موجود وما في شيء. سوسو كلمي ماما. ييي شو بدها مني هلا؟ شو بقى الجريديني يا كركور؟ شوفي شو بدك؟ امبارح عم بيقول ايه هون وين بدي كون؟ عم بيقول سمع اثنين انفجار غمي. طيب كمان غمي؟ قال إذا نوصل سوسو على البيت كمان. هلا هيك بقى قضيها مع الجريدين. ولك ماما كلهم هون. ماما عم نتمرن مش رح نظهر. ولك اذا في شي منسأل قبل ما نظهر. شو مفتولين لنظهر هيك؟ ما في شي قولي لها ما في شي. ما في شي. اي مزرعة؟ ما في جيش. بلا بلا في جيش بس ما في شي هون زي بطني. انا بحكيها. ليكي ماما انا اولا شي ما عد بنت صغير لا تحكيني هيك. ما في شي مدام. علي علي ماما شو دخل الحمرة بالمزرعة؟ انا بحكيها. ولك ماما ماما مدام جريديني مدام جريديني مدام جريديني. انا نور. مرحبا مرحبا انا نور. أنا بستغرب مين خبرك ما في شي بتاتا. شو يا جماعة وين صرنا؟ حركة السير عادية جدا يا مدام. ما في شي على المطر. ما قلت لك نحن جايين في حركة جيش مش طبيعية. لا ممكن جدار صوت العادة هذا. ده؟ شو سمعت كيف هو؟ شو القصة؟ مختار ما في شي. كيف هو شو هو؟ مرة بده يجي تليفون مدام مش رايدين بده هيك؟ هيك؟ جدار هذا. ولك يا علي مش عم نسمع شيء وعم فيها موسيقى. مش معقول شو بتطلع في الزيقة علي. الجيش شو بو؟ أنا كنت على المزرعة مدام. الجيش هو مسكر. مين؟ مين؟ مين مدد حلفاظ؟ شو مالا؟ لا ولا خير ما في عم يلموا الزخيرة. ما بدك لموا الزخيرة أنت؟ علي! وقفة! من اللي المشهد؟ يا خي ما بدي تلاقي المشهد! شيلها شيلها الطاقة صاحب مخك شيلها عادي! مش معهم! استاذ إذا في شي على المزرعة بدك تكفي البروفا؟ ما في شي مين قال لك أنت؟ شو فيش كان عم يحكي؟ شويش! شو عم تبصلي بالفراعه؟ شو عم تحكي؟ انا ما قلت شيء تقبرني حبيبي انا سمعتكم عم تديروا وين بعطيني حبيبي. ما تنطق انت غير دورك ما تحكي شيء. تفضل روح استعد اذا بتريد. انا ما قلي شيء بالمشهد تقبرني. استعد على غير مشاهد. لا اعمل لي كراكوز بالفراعه. سخطك ما اسالها. صبايا ما في شيء كل شيء طبيعي. هي مدام جريديني اعتقدت شيء. ايه جبا حضروا حالكم بدي عيد المشهد. حاضرين استعدوا. يلا صبايا 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 بس قول استعدوا يعني لبرا يعني لو بعيطكم ما بتطلوا. والله يمكن عيطكم كون عم بوقعكم. انا شو بعرفكم انت اصلا؟ انا بحكي بقى. خلص مش الحال مش الحال. طيب ماما يا طيب اوكي يلا باي. مختار بتسكر لي الشباك ليش؟ ايه نعم استاذ. علي حاضر عيد الفرح؟ ايه حاضر حضر. صبايا 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 عم بقلبكم وينكم؟ بس بركي عم توقعنا. يا تعبان زيك يلا انا بقعد وقعكم. فاضي وقعكم هلا خلوني احس مشهد العيد. هلا في عيد. عيد شو؟ عيد الفرح. اه عافيك. هلا خلوني احس مشهد العيد يعني عيد فعلا وتجلى على المسرح. مش معقول.
لحتى لي بس تعرفوا انه الجره انسرقت نشعر بهالفرق يعني. يبي مبسوطين 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 وفجاه كارثه وحلت علينا. يعطيكم العافيه. يلا علي حاجه تفك يا خي. اتركهم يا خي. يلا يلا مع ايه. يلا تكون سعيدة طالع صوتها وين؟ ست هند ما حلق جوا بعت لي وراها وزا ست هند. انتو فيكم تفهموني لان عربشين على بعضكم؟ في هول الطريق استاذ وما عم بقدر اتحرك. وانت وينك؟ ليه ملزق فيها؟ انا لحقتها بس هي استعجلت اول شي وفجأة وقفت. انا وقفت كرمال هولي ما تحط الحجة فيي. ما دغري صرتي هوني حياتي لحقتي. بلا لا مني يعني. فين عمو بتسمعي شوي؟ انت وين محلك يا عمي؟ انا بس يقولوا والليل الفرح جاي. مين شو اسمك انت؟ عناية. عناية؟ انا وين موقفك يا عناية؟ انا بس يقولوا والليل الفرح جاي. بدها تبلش الحكاية. ورح تبدا الحكاية ما تغيري. عفوا. رح تبدا الحكاية بكون بصير مفروض مطرح ما هول الشريط. ايه وجيت تأجي انت لقيت هول الشريط. جيت لتجي. يا علي شو هول الشريط؟ عناية اجت لتجي ما قدرت تجي يا اخي. هيدا كابل للميكروفون النصاني. ايه ترك له مجال زياده لاعرف منك نهائيا انا وين راح اقعد. ايه. وعلى اساسها يا بقصه يا بشوف شو بدي اعمل. يا علي ما انت راح تقعد ورا الغابه محكينا لك هي لشو دافش الغابه لورا؟ قربها هيك وقعد ورا. ورا هي الغابه ما في شوف شيء. شو بدك تشوف؟ كيف بدي اعرف شو عم يصير على المسرح؟ ايه. المفروض على القليل يكون في واسعه بين شجره وشجره لاتنقوز، هيك بدي اعرف اي ساعه بدور او اي ساعه بفتح ميكروفون. وليه حيش تنعي؟ طيب وليه شو بدك تضرب تسحب الربابه بتصير تنعي؟ غير ربك تقوى كيكوك يا خوك تقوى كيكوك. هلا بنفتح لك الغابه بتتنقوز. علي شو؟ هلا في زيحن هول فيهم شيء بكهرب؟ لا زيحن زيحن بإيدي. ايه بسكم بإيدي؟ ايه معلش. يلا كيف بده يمرن صبايا عيدوه من اول بهيك قنطره. عيدوه من كلهم المشهد. نور ايه اسمعوا لهالقنطره وقت كثير. ها؟ ايه يلا مشهد عيد عيد الست هند. يلا انا وين بكون هلا نور؟ عيد الفرح. انا وين بكون هلا؟ هلا بتكوني برا ست نور ست هند. هاي تبع ليلتكم سعيده. ليلتكم سعيده. شو بدك؟ استاذ نور استاذ نور. ايه ما تنسى تتصل سيد نزيه. سيد نزيه مش معقول هالقنطره شو واطي مش طبيعيه. يلا علي استاذ نور استاذ نور ارجوك خليني اسرق الجره بس اتاكد منها كيف. تفضل خي اسرقها. يلا استاذ انا اذا مطول مقطعي خليني اظهر لانه راح افطس بين البرديه وهالخشبه. لا ماشي مختار سكر لي هالشباك بليز. زي الخلقيني صاير هذا. يلا يلا سرق اخي علي. هلا بسرقها دغري انت. يلا تكتك 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 مشهد بسرقها دغري بدون ما اقول جملتي. ولك سرقها خلصني هلا.
علي شو الصوت اللي طالع حبيبي؟ علي شو الصوت؟ وزي وزي كنت وزي كان علي واقف واقف يا عم واقف مش معقول شو مثل هالحكي لحظة لحظة عم نشيلها لحظة غريب ها؟ غريب غريب عم اقول ما في سبب لتعمل هيك من شو هيدي بتعمل هيك من الحمرة اللي جاي من شو بتعمل غريب كل شيء مزبوط عندي ما بعرف ليش هيك مختار بعد عندك اذا مش معقول الشغل بهالجو اخويت علي علي هاي شو اللي فرز ليك لا ما لا علي هاي انا علي تعطيني دقيقه بس لحصرها منين دقيقه وعلي علي شو بتسالني ما لك اخذ الوقت كله صرا صبايا شويه رواق لا يقدر علي يحصرها يا نور شو هالحشي هيدي؟ ما شي بسيط هلا علي عم ما تخافوا ما تخافوا هذا علي عم بيحصرها ما في شي مختار مختار لك فرحة ما مختار تعمل لي مختار شو بقى؟ لك جياز الطق قلبي جوا وبعدكم ساعة هيك وساعة هيك وساعة خش وساعة وز وساعة لك معقوله في فنان قاعد تنوح بين البردية وهالخشبي حطوا لكم مروحه على القليل يعني شو ما في تقدير للفنان بس مروحه معقوله درك سعرين مختار عذاب مش معقوله اكيد هلا بتستحمل المروحه لانه عم بشلي يا مزوي شايف بس مختار هلا وين رايح هلا ظاهر حط مخي تحت المي استاذ بيجي كمان بدي اخراج هيدي هل مختار ظهر بكل رياحة من تحت الأنترة شو بتعمل لي يا واطي؟ شو واطي؟ ما واطي؟ عادية نعم استاذ ايه علي راحت شو عملت؟ طفيتهم استاذ الله يطفي قلبك إن شاء الله موت خايف فيصل؟ نعم شو أنت قاعد فوق عم تشتغل بالضوء ولا عم تشتغل فيه؟ بالضوء طبعا بالضوء؟ نعم شو هالأحمر والأخضر نزل لي أيصر عامر على البنات شو هذا؟ ما هن جايين بالحرش أه؟ ما هن جايين بالحرش ايه الحرش في جو خضار واذا حرش ما مشهد عيد هذا شو بدي بالحرش انا ايه العيد بده لون احمر بده لون احمر هيك يعني يا احمر يا اخضر شو استبداد العمليه وين الالوان وين هالالوان ما فيك تعطي الوان هويه ايه ما هن جايين على بكره بكير مين قال لك مين خبرك هالشغله مش مشهد الفاجر اي فاجر بالتمثيليه يحرق اخت التمثيليه منيحه ما مشهد الفاجر أول شيء يا فاجر قل لي هيك بالأول قل لك هيك بالأول شو بعرفني غيرت كلها هلا قوض على دولة هلا أنا من كل عالم مشهد وأصلا مشهد الفاجر مش أخضر الفاجر أزرق شو فاجر الإيمان هو هالأمطرة شو رح تلاقي لها حلي نور والله هالأمطرة ستنبعت إدنيحة بس تسريحتك نتفي شوي عالية طبعا نور شو عم تحكي عم تحكي مش منطق جوش أنا تسريحتي بنعد عالية؟ لا مش عالية شفت؟ عامل لك هذا اليوم هيك صار الشعر طيب شفت بس شي؟ إذا ممكن الأخ جوج ما يتعاطى معي بالقضايا المسرحية بكون ممنوني أنا مين هو يعني هاملت يعني جوج يعني؟ حدا بيقول لك جوج يعني؟ شو عليه؟ شفت قداشية؟ شو هذا؟ ما طلع لنا وزة؟ هيا من هيدي من هاي الوزة؟ أكيد من هيدي فرجيها لجوج خي بركي بعرف شو بفهموا جوج؟ هيدي دايما كانت تعمل لي قصص وشاكك فيها أنا شلكة عملتها فيك شو بدي أعملها؟ طيب علي شاكك بالشلكة ليه ما بتغيرها ولا خي؟ علي عرفها شلكة كيف تركها جوات المكان الواحد؟ أنا تركها جوات المكان شلكة كيف فلتها بيناتنا ولا علي؟ رؤي شوي خي أنا الحق علي شو بدي أقول لك شو بتقلي انا الحق علي كان من المفروض اني ابعث المكنه على اليابان بس راحت وراحت يابان علي عم فتح لي سيره اليابان هلا مش هلا من قبل قصدي علي على اليابان هلا ما بقى نلحق والفرقه ناطره شو بنعمل في واحد معقول يلتقى عنده منها بس محله فوق بالاشرفيه طيب شو بدنا نعمل طلع فز انت لعنده جيبه وانا بالاسناء بمرن على الحكي بلا مصيبه بس استاذ نوري طول عمرك انا ما بطلع لفوق لا اخي شوفي ما في شيء خيي ما في شيء الله يخلي الجميع بس انا ما بطلع لفوق والله طيب شو بفتي لي اياه بقطع لك انت وشلك على اليابان شو بعمل انا لا 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 علي شو بعمل انا روق شوي هلا نحن منا شيء على السريع على السريع على كثير سريع بدنا اذا بتعطوني سيلفي على حسابي بنطك وكيل الهم بالشارع الثاني بجيب مكنه جديد وبجي عرفت كيف هيك هيك بدك تدفع شيء 5000 على حساب لحظه جيت لازم ريكورد شوف شو بده طيب طيب شفنا الارز شفنا الارز اعملوا معه شفناها
هيدي العرس رئيس، شوف لي اياها اذا اوكي لنبلش زبط لها الفيلم تبعها. عظيم، بلش لي فيها بس اياك تنصب السيبة بالنص، عم نشتغل. لا 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 شيل السيبة، بعرف انا شغلي على الجسر من فوق. عفوا ولو طبعا يلا صبايا قوم شو بتعدوا بس اذا ممكن تخلي كريكوري يساعدني فيها شوي بس. ليش فؤاد وين ما اجاك؟ وش اللي فؤاد بالجبل يا حبيبي؟ رح تطلع وياك. رح تطلع اخر نهار عنا فؤاد شو عم يعمل بالجبل؟ ما انت المسؤول عنه، انت المعلم، كيف تسمح له يطلع الجبل؟ طيب بس طول لي بالك لحظه بس انت يا اخي، ما انت طيب على راسي يعني. بس الوضع بالجبل ليله امبارح كان زفت. شو يعني هلا هيدا فؤاد اجمالا يعني؟ بس تكون حالي هيك بضل فوق لانه بيقاتل مع الاشتراكيه. اشتراكي هو؟ ايه هو فؤاد اشتراكي. ايه بس بيجي ما بيقطعنا يعني، اذا كانوا الاشتراكيه رافقين ما بتلاقيه الا طالع. شو هالخبرية هلا؟ برك الاشتراكية مثلا مش رافقين، انا شو بدي اعمل؟ انا بدي اعمل كثير عشان كثير وفوضى كمان. كيف بدنا نشتغل بهالجو؟ ما في بدنا رواق. يلا صباح والله العظيم بقتل ببركم. باخذ مشهد غضب الاهالي تبع هذا. رفعت خذ هالارز وطلع لفوق. يلا فرقة ادم بيت مختار تفضل. سبق الفضل. مختار شرف غضب الاهل. بس ما تنسى تتصل سيد وزير. ذكرني اتصل فيه دايما. يا اهالي الضيعه، سرقه الجره مش عاجبتني. سرقه الجره مخبى وراها ايد، يمكن ايدين. بدنا نخلي الحقد يعمي عيوننا وضمايرنا، بدنا نخلي الإيدين الشريرة تسكر عراحة البال وتلعب بمصايرنا. لتحت الراس والأرض. شو عم تفرجي على المسرحية؟ شو قطعة؟ بدكن نوقع بالمشي ونصفي المحدة. ونصفي المحدة. ردوا، ليش ما بتردوا؟ يا مختار بعد الليالي. لا يا مختار. شو ذكروني بالجملة. شو الجملة؟ الجملة يا مختار عم بسأل حالي ليش الضيعة وبحيرة والوحشة. بحيرة بالحيرة يا خي. يا بحيرة بالحيرة. اوكي بتسلمني مختار. بدكن نوقع بالمشي ونصفي المحدة. ردوا، ليش ما بترد؟ يا مختار عم بسأل حالي ليش الضيعة. لا مش منيحة. يا مختار عم بسأل حالي ليش الضيعة. انت بتسمع خلاص علقي ما في جو. لك بالعادة تقولي يا احسن ست هند. بدي اشخط الحلاق. اوكي عم سأل النور عمول اللي بدك روح ليه. نور فطيس ما في هوا. بعدين وين في هيك عم بحكي والمختار وراي؟ معقول عم بحكي ومش شايفته؟ لا مش مين 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 وقفك هون؟ انا اساس انت بالاساس وقفتني هون. هون وقفت. اي نعم. بتغير؟ ابدا ابدا ما بغير. طيب شو بتقولي له حضرتك؟ يا مختار خذ يا بشكر مثلا. يا مختار هلا عم لعب عيني بين الجمهور والمختار. نور ما في هواء ابدا تنتنفس، اعصابنا تلفي. دور التبريد كريكور. ما فينا اذا دار تبريد بخف الاضاءه. ما فارقه معي دور. تفضل. شو طيب خليني اولى من هونيك طبيعيه اكثر. اوكي في يعني انا هلا كيف بدها تصير وقفتي؟ مثل ما انت فتول هيك تخيل واقفه بخرجي اول. يا مختار ليه؟ نور مش طالع صوت بتعرف ليه دوي. يلا كفي انت انا بظبطه كفي. يا مختار عم بسأل حالي ليش الضيعة وقعت بالحير والوحشة عم بتدق ابواب. شو اولى كسر الحلم؟ كسر الميكروفون طولي بالك يعني. كسر الحلم الله لا يوفق حريم ربك يعني. خلي عنك استنى بظبطه. ما
تنسى نزيه. مين نزيه؟ نزيه أنا لألي نزيه. خذ الكشتبان. يا بنتي. يا بنتي هيك يا بنتي. يا بنتي. يا بنتي. شو عم تتقلدني ولا خيي؟ قولها أنت بطريقة. شتوية أعطيني إياها شتوية هذا. شتوية. آه خليها شوي. يا بنتي. سوق سوق علي يلا سوق قبل. نحن قدرنا بهالبلد نوقف بوجه الريح ضيعتنا مرق عليها ليالي وعواصف وما مرة خافت من الدين والفضل لأهاليها ولنخوة الإيدين المشبوكة فيها ضيعتنا لا ركعت ولا راح تركع عبد شو الحل يا مختار الضيعة مش راح تنام لتعرف مين اللي سرقها عيد شو الحل يا مختار الضيعة مش راح تنام لتعرف مين اللي سرقها عيد شو الحل يا مختار الضيعة مش راح تنام لتعرف مين اللي سرقها عيد شو الحل يا مختار الضيعة مش راح تنام لتعرف مين اللي سرقها عيد شو الحل يا مختار الضيعة مش راح تنام لتعرف مين اللي سرقها ما بتسوى كفي الحقيقة بدها تبان والشر ما بيتخبى وإذا نحن اتحدنا ما في قوة بتهزمنا أيوة. شو نفخت بالميكروفون ها؟ حبيبي عم شوف بس إذا مشي تقبرني حبيبي إذا مشي على النفخة بيرجع يوقف تقبرني انتبه منيح انتبه منيح شو فهمت؟ منتبه يا حبيبي ما تستعمل هيك يلا شوفي يلا هلا بدي اقول له يا شويش قل له يا شويش له ما وقعت من عيده معلش كمان مره تعطيني مختار اخر كلمه بدي اعزبك حبيبي انتبه ما نفعل يا شويش لا لا عم تعركش اطرقها هيك وقفيتك توقع بعرف تقبرني بعرف بس ملبك فيها شوي بس بتزبط لحظه هلا برخي البرنايطه بتصير دغري بتوقع حبيبي طبعا دور فوكيه كوميد يعني لا ضربت سلام طارت البرنايطة بدك تفقع العالم دحين منيحة إذا عملناها هيك حبيبي ها متعمدة هيك طالعة ثقيلة كتير طالعة مش حلوة مش حلوة عارف معلش حبيبي هلا أنا بعمل لها طريقة واحدة تقبرني بس خلينا كيف المشهد طيب طيب بأمرك آه شو بتقلي مختار دخلك الجملة هون يا حبيبي يا شويش معلش آه هلا حبيبي طيب يا خيي ما تزعل يا تقبرني طيب حبيبي ما تزعل يا حبيبي اسكت حبيبي ولك اسكت خلاص يا حبيبي بدي منك تسهر الليلة وتشوف لي مين جاي مين شو مضموني هذه السيدة كفي كفي ما يهمك مين رايح مين عم يتطلع غير شكل كفي كفي يا أخي طلع هون مين عم يمشي غير شكل مفهوم أنا راح أعمل حاجز بنص الضيعة وكل واحد معه شيء عشو جايبك عشو نعم لشو جايبك؟ جايبك في دور بهلي جايبينك تعمله هو قبلك تعمل لي هيك وتعمل لي شو اسمه لازم تكون بهلي حبيبي ولك بهلي يا شو بهلي يلا الجملة حبيبي هي البهلي أنا رح أعمل حاجز بنص الضيعة وكل واحد ما كفي 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 عوزه بس انتبه ما يقوم هو يوقفك أيوة بس يكون في لطشة خلوها تفقع هو والله بهالايام عدنا نعرف مين اللي بيوقف لطشة. ومين اللي بيتوقف قول زقفوا العالم كفوا يا مختار أجل. اذا بكره عبكره ما عرفنا مين السارق قدام بده يوصل للركاب بعيده شو انت شو حاسس يا مختار اذا بكره عبكره ما عرفنا مين السارق قدام بده يوصل للركاب ولك ني ولك مني ولك يا مختار هيك صار عقر سيحر شو عم تحكي على التليفون لخي الدم بده يوصل لركاب هيك بيوصل دم لركاب مين بيقولها قول هادي انا لا ما تقول شيء طوني قول طوني يا مختار اذا خليك خليك جوزيف عم تقولها فرجة اذا انا جوزيف تركوها علي وهلأ روحوا ناموا روحوا روحوا ناموا إجا وقت النوم خلوني لحالي أنا راح أفكر بالقصة
هون موسيقى الظهرة ليكون رجع علي مع المسجل افترضنا الموسيقى ماشي. كحف كلنا كحف مهزومين. ضيعة مقسومة مهزومين. يا كريكور. نعم استاذ. شو عم بيعمل هون هذا؟ عم بيعمل يوغا بركز على دوره. يوغا غفي خي شيله. مختار. نعم استاذ. بقيت وحدك كل هم الضيعة بمخك يا مختار، هم كبير بس انت المسؤول الاول، انت الهم كله مسؤولية وقعت على كتافك. اتفضل، مين اللي سرق الجرة؟ شو المقصود منها؟ الاهالي؟ هل هو الاهالي؟ هل هو شي تاني؟ كذا، كل الافكار عم تجول بمخك، تفضل. هيا هات يا ابو الزلوف عيني يا مولاي. كفي كفي يا اخي انت كفي. يلا قاعد عضو الأمر ومش عارف فيا. استاذ في نقطة هون حابب استوضحها منك ممكن؟ شو خير؟ لحظة شو رفعت؟ كفي شغلك. شو بعدها معك بي؟ ايه هايدي من فوق مستحيلة. ليه؟ هيدي عم تضرب 100 شغلة قبل ما تنزل، ما بدنا اياها تنزل وتنزل معها شيء يعني. طبعا شو بدنا نعمل يعني؟ انت كفي شغلك، هي حط السيبي لحظة بس واشتغل فيها من هون. ما انت عم بتحور وتدور لترجع على السيبي. شو بعمل؟ دينك ومعبودك السيبي. حطها خي بس لك ولا حسها عم بشتغل. اي معي خبر، انا كنت عم بتفرج من فوق شيء حلو كثير والله. وانت احلى. شو مختار شو كنت عم تقول لي؟ استاذ انا هلا بس خلص جملتي، كيف بدي اظهر مش عارف. اي جمله عند أي جملة؟ انا اللي راح اعرف منو عند هاي الجمله. تبع الدبكه. تبع الدبكه. تبع الدبكه اللي نعم. ايوه يا شباب. يا شباب. شباب هلا بس تسمعوا المختار قالكم انا اللي راح اعرف منو. فيصل اطفي له خلي يدبر حاله يظهر. مختار على العتم مثل البرق لبرا. هلا ضهر المختار ترك موسيقى ضو. هاي فتنا بالدبكة موسيقى ضو بعدها انتو رح تعملها بلا موسيقى. هلا استاذ مش انا بدي اعملها، طارت المسجلة خير. انا بفضل اعملها مع موسيقى استاذ ريمون، بس هلا طارت المسجلة عرفت شو؟ بركي استاذ مهيب بعدلكم بدل الموسيقى. اوكي على هيك شباب. عفوا استاذ الموسيقى بتطلع بعد ما يطفي. ايوه موسيقى ضو شباب عدل واحد اثنين ثلاثة. يلا مختار القصة صارت اكبر منا. إذا ما كنا أتحالنا رحنا وراحت بلدنا. هالأرض الطيبة عم بتنادينا والوطن صوته عالي. انتبهوا أنا اللي رح أعرف منو. يو مختار شفتك يا عيد بطيء كتير بطيء. ولا الصراحة أنا خفت تلبط بالسيبة يا استاذ. سيبة؟ شو هذا؟ أنت لشو تقرط هالمشوار لهونيك يا أخي؟ ما من هون أقرب لك. بسلامة فهمك أنت. أنا اللي راح أعرف من هو مايك نصانة. ها؟ كيف فشخت صرت برا أنا. ما في شيء. يلا عيد. ولك لحظة يا فيصل. مختار مختار. عفوا حسيته طفي يا استاذ. طفي غلط يا أخي. طفي قبل الوقت هو. طفي على قلبه هو. بعدين يا شباب. عيد. يلي بده يفوت على الراس لازم يكون اشد فوته. انا اللي راح اعرف مين هو. هون البلاك اوت. تفضل اعطينا مختار. فيصل قصة صارت اكبر منا. اذا ما كنا اتحالنا رحنا وراحت بلدنا. هالارض الطيبه عم بتنادينا والوطن صوته عالي. اوه انا اللي راح اعرف مين هو. لوين لوين؟ اوه الله يا لوين؟ لوين؟ فهمني لوين؟ عفوا ما سمعت لوين؟ 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 اخوات
هاك جزاف اغوان عفوا مصبوح اسكت انا راه هاك جزاف فت كثير مكير جزاف طيب خير بالمخ ما في شخص عم يعطي ملاحظات لا بس عم تسمع ملاحظات انت عم تسمع ملاحظات ما ضروري يكون في 100 ملاحظه كمان لك ايه بس ما بدك كل هالفاس يا جوزيف بس اعطيناك ملاحظه ما بالنهاية انا مدرب الراس طيب لو هي عم تضل بالراس خي ماشي حال بس مصفيه غير شيء الشغل هلا وقفت هلا يا جوزيف هلا ولا هلا يا جوزيف بكون شيء يعني شي 3 4 ثواني استاذ نور في الاستاذ من جريده سفير ما وعد مش مقابله يا اهلين يا اهلين كيف النشاط تفضل دقيقه وبجي ما بدي اقطع كفي انا بتفرج باخذ فكره تفضل لا ما فيك تاخذ فكره لحظه بس في الاستاذ من جريده السفير بتحب تحكي بخصوص مقابله شيء معه مش جاي غير جرايد جايين كلهم بالتوالي بنحكي مع غير جرايد هيدي لانه منيحه هون مقريه بالمنطقه هلا منبلشين هون بس بتعرف انت ما تقوم تتاخر على شيء مثلا مثل صبغه مثلا او شيء يعني هلا انت بس تحكي معه مثلا بلا بيئتك هيك بتجيب سيرتنا ممنونه بس يا اهلين يا اهلين مأكد اخر يوم بتكونوا عم تتعبوا كثير شوف للتعب بحقيقة في تعب بس الحمد لله بعتقد فينا نقول تعبنا ولقينا بفهم منك بشكل إجمالي راضي عن العمل شوف يا سيدي الفنان الحقيقي ما بيقدر يقيم عمله هو أي نعم هذا شيء الجمهور هو الشعب أنا بهمني الشعب عظيم طيب نحن هلأ أنا لا بدي أهدر لك وقتك ولني بصدد إجراء مقابلة تقليدية أنا ضد الأشياء التقليدية أصلا فضمن ال... يا عم شو فضل فضل يا عم شو يا عم شو مش مهم ولو مش مهم كيف واقف مش مهم لا بسيطة معلش 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 عم نقول فضمن هالمنظار هيدا خليها تكون بمثابة دردشة أكثر ما هي مقابلة بالمعنى الناشف للكلمة يعني منفتح هالمسجلة ومنحكي ما كنت أستاذ نور أي جبال المجد عملك جديد شو؟ شوف أول شيء في شيء بحب يعني ما بعرف طبيعة الحال يعني مش طبعاً تانياً جبال المجد جبال المجد هي يعني بس قول جبال المجد يعني شيء جديد 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 كيف جديد كيف بدي اقول لك يعني جديد بكل معنى الكلمه يعني كيف بتقول مثلا عن شيء جديد يعني بتتوقع انه ممكن يكون شيء جديد شيء جديد شيء جديد شيء جديد بقصد انه بتتوقع انه ممكن يكون في شيء من الشرخ النوعي بين الاعمال الماضيه اللي عودنا عليها وهالعمل بالذات جبال المجد شرخ 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 ايه كيف يعني بمعنى البتر اذا بدك هل هنالك البتر شرخ البتر بالضبط نفس هل هنالك ما بين العمل اللي راح يكون جديد من نوعه جبال المجد واعمالك السابقه تغيير في نمط مسرحي معين لا مش تغيير مش تغيير من نفس الخط القديم بس على شيء جديد يعني 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 نوع من تقدم او تطوير باتجاه مستقل اخر ولكن من ضمن الاطار يا اهلين طيب استاذ نور لو فينا نعطي لمحه وجيزه عن الحبكه المسرحيه او بشكل اشمل القصه اذا جاز تعبير شوف يا سيدي القصه هي قصه ضيعه عايشه بمحبه بسلام عندهم الكروم هن عندهم المواسم بيفرحوا بيغنوا عايشين مبسوطين مزقزقين وفي عندهم هالجره جر اي بقى هالجره محطوطه بنص الساحه وهالجره هي كل شيء بالنسبه لهم كل شيء تصور نعم مش معقول بيوم الايام باحدى هذه الايام يعني بيجي الغريب
اللي هو الغريب طبعا جاي من البعيد على الضيعة. اي بقى بيشوف هالجرة وبيخدها بتعرفها؟ لا مفهومة. اي اي نعم طبعا. بقى اللي بيصير انه هالاخوة اهل هالضيعة لوحده الوحدة بيشكوا ببعضهم البعض. نوع من التصعيد بالسياق الدرامي. شو اسمه هذا شو بيقولوا؟ الى ان بالنهاية الصبية هي اللي بتجي مثلا يا سيدنا بتكشف السر. صبية بتكشف السر. ايوه في صبية نسيت اقول لك في صبية بتكشف السر. نعم طبعا ما بدي اخبرك القصة كلها كمان. لا بعتقد كافي. المغزى واضح. المغزى واضح. كريكور تجي شوي. بحب عرفك على بنت اخوي. ما بعرف اذا الوقت. بنت اخوك؟ بنت اخوي. ايه عنا شوية وقت. ما في مانع. عنصر الغريب استاذ نور. حبيبي عنصر الغريب شو مهمته الوظيفية بهالمناخ؟ يعني اذا سلمنا جدلا انه هالضيعة هيدي بالنهاية هي لبنان بشكل او باخر. صح عال. ضمن هالتقطير هيدا الغريب شو؟ مين هو الغريب؟ هالغريب مين بالواقع؟ فهمت عليك. شوف ما هل هو اسرائيل مثلا؟ اسرائيل اذا بدك. ليش لا؟ هيني اسرائيل كمان شوفي عندها الاشياء التوسعيه. بالفعل. خذ الاحداث بالجبل. مين؟ ولا شك انه اسرائيل مين؟ لها اليد الطوله بالاضطرابات. اسلم لي ربك. ما هي المستفيده الوحيده. اللبنانيه فلتن على بعضهم ما مثل المسك يعني ما فيها. هاي بيرا اللي خبرتك عنها. اهلين بيرا. هاي الديوسه الكبيره. قربي سلمي. اهلا بيرا. هلا بتشوف مش معقول. هلا لا شك بنعمل جولة أفق معها. والله بكون ممنونك. ولو استاذ نور. استاذ نور هالجرة شو فيها على المظبوط؟ هون. نعم هون. نعم اي نعم. عفوا استاذ نور رفعت قال اذا فيك تشوف ارضي خلص. أي. انا بستاذن منك دقيقه وبدي اياك تحكي مع فيرا. شوف فيرا يمكن تستحي تقول لك يعني بتعملها. مش انا فيرا بترقص بتغني بتمثل بتفهم بترسم و شو كمان بتكتب. اي ما دام عامله لحديت هلا 18 سنه. عمرها 18 سنة. عاملة لحديت هلأ مسرحيتين. عاملة مسرحيتين 18 سنة. معقول؟ مش قليل أبدا. طيب تفضلي مدموزيل فيرا إذا بتريدي نحكي شوي. تفضلي احكي هلأ بتهب ليها. مدموزيل فيرا يعني فينا نقول عنك إنك الفتاة المعجزة. كما بدك. هاي عنا أربعة يا بلدنا ونازلة ماك. أربعة أوكي. يلا كريكور نزل. شوف لي بلش. يا بلدنا وحر. يا بلدنا اثنان. يا بلدنا ثلاثة. يا بلدنا اربعه. هاي نزلت ارستك على القد كيف هيدا. هيك بقى تنزل وقت الحفله. ما عم ننفذ لك اياها هلا لتاخذ فكره يعني. هلا يمكن الوقت اطول شوي اقصر شوي المهم هي لذيذ. مين انا لذيذ؟ اخي كريكور. انا ما حكيت شيء. كريكور سامع بالريحه الطيبه؟ ممكن تفرقنا بريحة طيبة؟ طيب خير رفعت هلا انت اترك لنا عنوانك. ايوه ورقم تليفونك ونحن بنبقى منتصل فيك. كيف يعني؟ لا ما فهمت. احلى ما نقول شيء ثاني هلا خلي.
ليش شو في شو في استاذ نور؟ في عالم هلا. شو مش عم بفهم عليك؟ اللي أربعة يا بلدنا أربعة. أربعة مزبوط. أربعة أربعة من تبعولنا مش من تبعولك أنت مثل ما أنت ملحن يا بلدنا بيمرق شي 700 وحدة من تبعولنا. ما في ولا ما معك ما تكون وصلي شو هذا؟ طيب ما بتصير استاذ نور في شي منطقة بدها تاخذ مجالها. منطقة لا هي فل العالم عم بتحمي سياراتها بتوصل الأرزة. هي هيك هاي المنطقة هاي أولا. ثانيا طلع لي إياها لشوف يا منطقة. ضروري يكون عندك نوع من أصحاب يا كريكور. وين عم تبعثوا في هون؟ قلت لك اياها بتنسحب من جوا. هل تعتبري نفسك مغرورة؟ ابدا. شوف انا مش مغرورة. انا متواضعة. لاني بعرف حالي قديش موهوبة بالفن وهالاشياء وما صرت مغرورة. يعني متواضعة. وحدة غيري موهوبة قدي تلاقيها صارت مغرورة شفت كيف؟ مش مغرورة. كريكور! هل حبا؟ هذا اخر شيء استاذ. كيف اخر شيء؟ ما بقى بدك اكثر منك. هيدي هيك ما بقى اطلع اكتر؟ هيا هي حدود الشنقل على البكرة هيدي لا الشنقل على البكرة؟ ايوة شو جوابك تحت باطك دغري شو الشنقل على البكرة؟ شو بعمل طيب انا معلق الارزي عشان اطلع فكة هي والشنقل والبكرة تفضل يلا طيب طيب معلش استاذ نور يعني شو توكا بس لنعرف شو توكا لخي شو ما انت توكا شو توكا عامل لي ارزي يا ابني بس بدي اياها بدها ربع ساعة لتوصل وبس ما بدي اياها ما بتختفي صمت لي اياها بوجه العالم من اول مسرحيه لشو دايره رسميه هاي مفاجاه بتطلع بس اخر مشهد ترك تحضر الارزه يا ولد ترك هلا بتحضر الارزه كيف مفاجاه من اول ما يفوتوا شايفينها ولا ونور رمزها راح مسحت لي اياها انت يعطيك العافيه لا 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 نحن ما بدنا يصير هيك بس والله صدقني ما معي مجال هيدا مجالها الشنقل ضارب بالبكره تعال اطلع شوفها يا اخي إذا بتريب بلا هالخشبوشية بيني وبينك ممكن؟ شو طاعة طلع شو من أمتى؟ شو الألفاظ هذي؟ إيه؟ هاي أولاً، ثانياً صادق بما إنه الشنقل طارق بالبكرة، اطلعوا طارق بمخك الشنقل، اطلع فكها هي والشنقل والبكرة وشيل السيب وشوف شو بدك تعمل ببقى معك وقت، اخلقها خلقها، ليكلي بدي اطلع هيك ما بدي أشوفها، يا بلدنا يا بلدنا صفي تحت. على راسي. هيك بدي أعمل. طيب. فوت نزلنا إياها يا كريكور. ما دخلك بكريكور أنت! ويح انا كريكور مني انا بياخذ تعليماته كريكور نعم خذ سحب لي يا هلا مبروك خي علي عمالك ميرسي الله يخليك مبروك خلي عنك مبروك هلا اشتغل وحط ايدك ما يبردي مدموزيل بتقربي شوي مدموزيل انا ايه تفضلي تفضلي اي نعم بصفتك احدى المشتركات بهالعمل بهمنا نعرف رأيك بالعمل يعني بنظرك المسرحية شو بدها تقول للعالم؟ أنا بشوف إنه هالمسرحية تمام لأنه عم بتقول الحقيقة إنه مثلاً يعني بتحكي عن الغريب فينا ناخدها مثلاً إنه عن اللبنانية بس عرفوا هالغريب هالفلسطيني مثلاً اللي علقهم بين بعضهم إيه تمام إنه تخلصوا منه ورجعت بلدهم تمام اها والمدموزيل تمام طيب مع مين فينا نحكي بعد نشوف الصبايا هونيك كريكور ساعدني خي كريكور ارتكب لك شي خدمه معي له شايفني حامل المسجله ما بتنزل تحملها مثلا يلا شو مزوي انا بشوف انه بالعكس المسرحيه بتحكي عن ضيعه وطنيه لأنه منشوف أنه وقفوا ضد هالعدو الغريب وضد الناس اللي عاملين حاله اللبنانية وعم يتعاملوا معهم أهل الضيعة ناس وطنية يعني وقفوا هالوقفة لأنه وقفة وطنية وما رضيوا يقسموا ضيعتهم وخلصوا ضيعتهم ووطنيين ايه وطنيين طيب شو رأيك استاذ نور إذا صغرنا الأرز شوي بتصير معقولة تختفي كله ما بتعاطى فك أنت لشو مثبتها هالقدلة؟ لو عرف بدي فكة ما كنت ثبتها استاذ نور انا راح امشي يا اهلي اهلي وين؟ يا اهلا بتعرف اخر يومين معجوقين عجقنا المعلم رفعت باذن الله لا 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 شي حلو شي حلو في جو عمل جماعي الله يخليك استاذ نور في سؤال حابب اسالك اياه ايه؟ بتفضل تنزل ولا لحظة يلا بطلع. لحظة انا بطلع خليك لحظة خليك عندك تفضل خليك معك
مسرح ما بعد الحرب، هل بنظرك قدر يوفي بين متطلبات الذوق الجماهيري المتبدل وبين بيئة مسرحية متناقلة أو متوارثة إذا بدك؟ مثل ما بدك يعني، يجوز الوجهان. يجوز الوجهان. بدعي لك بالتوفيق استاذ نور. الله انت وكل عناصر المضافره للقيم العمل. يا اهلين، يعطيك العافيه. اهلا. هذا اي جريده استاذ نور؟ انا بخصك فكر. استاذ اجا عزيز، هات الدكتور صوت. لا مش على الارض، هاتن للارض يا عفو. لا مش على الارض، ما بقعد البسهم. يتملى حالي شعوره بس. عنايه حبيبتي كلها ميكروبات الارض. هاتن على خيك ريكور، ما تصغر طلع سيارتي بعد في خمس شاويل وجزء مسكربينات، بركي بتجيبهم الله يخليك. تليفونك ريكور. شوف شراويل ولك اي شراويل؟ شوف التليفون. معلش هو خلي هاتن على الجسر يا اخي. وين اي جسر؟ الجسر هناك. يا جسر جسر هذا الاسفل لا يا مسح. نعم هذا مش اسفل عن حكي عينك بعد التشي انت قرار. شو يعني شعبي؟ شو يعي شعبي؟ مين هذا مدام شغيدين؟ أضغط الأوقات. أنا كان المفروض إني عبكرة أكون مسلمكم. بس ما أنت بدك 12 دربوش. وين طربيش؟ برمنا الدنيا، ما بقى في حدا عم بيساوي طربيش. دلوني على واحد بسيدا قال هيدا ما في غيره. تغري بعدت الولد اللي عندي على سيدا. من امبارح بعد امبارح. في مدام شغيدين عم بيقولوا موصين على مسؤول شيوعي الشعبي. شو؟ موصين على مسؤول شيوعي الشعبي. شيوع الشعب؟ شو ما بعرف، احكي معه. شو احكي معه انت؟ شو شيوع الشعب؟ هي بده اياك لانه قالوا بالاخبار. شو بدها فيه؟ شو جنخوري انا يا صوصو؟ نعم استاذ. حكي امك يا عمي. امي شو بها؟ شو بها؟ ما بصير لك شيء امي. قولي لها ماما حش تلفيننا، ما في شيء. ليش في شيء؟ قولت ما في شيء. صوصو انا طالع اجيب شراول الجزمه استاذ نور. لك ما عم خبرك، بعتنا الولد على صيدا من امبارح وتلفن لي انه حدي بالطربيش وجابهم ودفع للزلمه. بس ابصر شو صار، لتشوف لك على الحظ النحس يعني. بيقوموا الاسرائيليه بيسكروا صيدا لا فوتي ولا طلعه. ما هيدا اللي اخرني انا. شو فكرك يعني؟ والطربيش شو صار بالطربيش؟ ما عم خبرك، علقان الولد بصيدا هو الطربيش في منع تجول. ماما انا صرت بنت مستقله وعندي شخصيه. اذا بتريدي ما تحكيني بهذا السيناريو. لحظة شباب، جايين الشوميت ونديها. هاي شو عم بتنعيلة علي هيدا؟ اخفي ايفا هتفاسي مكتوب عليك. بارا لحظة هلا الشكل المنظم نجي لحد مسيح عزيز كل وحدة يوم التالي الشكل فسيح عزيز. ماما ما رح نرجع نعملها بالشرقية بعدين. لك اسمعي شوي. شو يا اخي؟ استاذ شوف، في هيدا اللي اسمه طوني من بعد امرك يعني، وين ما بدك وقفني بس اسحط وقفني حده. احلى ما قرطه ضربي عني وعورها. لا عابد شباب، قال شو الاخد ديني حشا السامعين؟ ما لقى الاستاذ نور غير واحد متوالي يوقفوا حده اذا ما معبرين له عينه المتاوله. كرمالك وحياتك اخت المشال فكر بعيني وضل بارضه. انا كيف صحه كيفك شو بيه؟ انا شو بدك تحكي له؟ بقرب علي ولا بقرب عليه؟ نحن الشيعة اكبر طائفه بهالبلد جاي من النهار. شباب يلا اربوا علي استاذ. بدك تعمل الفينال من البسون؟ صبايا خليكم خدوا سكربيناتكم فرد مره. يلا استاذ عزيز. نعم شو عشت؟ ما شفته هذا؟ هو عطاني هون عزيز. نعم شو عشت الروال هذا؟ اي هذا؟ هيدا. هيدا 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 عمالك هيدا تبع شو اسمه؟ شو بتقولوا له انتو؟ شو هي؟ خيلتني. شو هي الخاتمه بالاخر؟ شو بتسموها دخلك؟ خاتمة احزاننا ان شاء الله. لا خاتمة المسرحية الفينال يعني؟ الفينال هون الشروال الفينال. شروال الفينال عملوا مبيدي عزيز؟ لكن شو؟ كم واحد عامل مثله هذا؟ خلصت لك اياهم كلهم. شو خاصة هالسودة؟ كريكور؟ نعم جيب لي حبوبة. شو في؟ شو القصة هلا يا خيي؟ ما في القصة، مش هلا عزيز، القصة من قبل هلا. هلا انتهت القصة. هلا القصة. تفضل استاذ. يا ابن الله. شو في قلي؟ وني؟ ما عطيتك اياها؟ عطيتني اياها وني؟ يمكن وقع يا خي. جيب غيرها، بركي خاينة عزيز داعس عليها مثلا. شو هي؟ طحنها عزيز. شو في؟ خي شو في؟ قلي نشف دمي. قلي شو في؟ نحن بمشهد الفينال ما اتفقنا الشراويل صفر والقمصان مبيده؟
شراويل صفر؟ اي انا فهمت العكس لكن شو صاير عليك تفهم العكس؟ شو هالعيد العاطله يا خيي؟ بس الاستاذ كريكور بالعلامه تلفن لي نهار الجمعه وقال لي وين صاروا شراويل مبيده يا عزيز؟ عزيز ما بيصير عم تاكلنا وانطع على كريكور. معقول؟ وحياه اولادي يا خيي اسالوا اولادك عم طالعني انا اسالوا. معقول كريكور؟ نعم. ما تحكي شيء انت خينا عزيز عم بيقول لك انت شو قايل. ما تحكي شيء عم بيقول انت قايل له جايب لنا شراويل. عم بيقول الشراويل كلهم غلط وعم بيقول انت قايل له يعملوا هيك. أنا شو قلت له؟ شو قايل له أنت؟ بترجيك مسي عزيز ما بتحكي شيء عن السنة أبدا. بحيات ولادك أنت شو قلت لي بس تلفنت لي نهار الجمعة؟ شو قلت لك؟ تذكر حبيبي شو قلت لي؟ شو قلت لك عزيز؟ شو قلت لك؟ يعني تذكر شو سألتني عن الشراويل؟ شو قلت لي بدنا الشراويل؟ هلا شو قايل لك؟ شو أنت شو قايل له بدنا لون الشراويل والقمصان؟ أصفر ومبيدي. إيه أي هو أصفر وأي هو مبيدي. أنا ما فهمتك مسي عزيز. يا خي فهمني لإلي. أنا عزيز أنا عزيز شو قلت له؟ زيح أكثر من 50 مرة قلت له إيه؟ شراول مبيدي وقمصان أصفر. عفيت شفت؟ ما عم بقول لك أنا ولو معقول أنا المعلم عزيز معقول أعمل هالغلط ولو يا خيي شو بيكون؟ ولا بس أول مرة بيطلع معك حامة شلنا عجبك؟ ما عجبني يا خيي. جبت الحبة؟ نعم. أعطيني إياها وخذ لك وحدة أنت لأنه بتحكيها. شو هيها؟ هيها. أنت كم بدك شراول أصفر يعني؟ كريكور سامع بحريمك بهنيك وبهنيك حريمك وأنا تحكي ولا كلمة. اذكر يا عمي هلا بسيطة يا أخوان يعني مش دفو كتير طالعين هني كمان شروال مبيدة إلو رونا. شو بكون يا خيي ولو؟ شو بك ليه؟ يا عمي مش دفو كتير طالعين هني شروال مبيدة كمان إلو رونا. خيي كل رونا وأنت بخير. أنا في شي بمخي بديهم صفر يا حريجة. نور لا يا خيي شلف معنا في مخرج أنا عمل مخرج. طيب يا أنا نور هكا بديهم يطلع بس يعني يلا لون صفار النقاوي الله يرحم. تشتغل بالصوت انت؟ ارخي يا خي تمرني على البرنايطة انت مرني على البرنايطة انت مد كابلات ستنة بعرف عجقة قوي كتير. ليك نور في بعيونك حق انا شاغل بفرقة بس مش هيك بعرف. ليك نور بعرف. انا بقطعك ها ما بشي بكره خوتة انا. لا كيف تقطع عينك كيف تقطع عينك خلينا نحكي. نور ما بدي اتبهدل بكره الافتتاح بدي اتمرن بدي اجرب وقفتي حركيتي شو هيدا؟ مش معقول يلا شرف بعدين مهلك هالأنطر شو رح تلاقيه لحل نهائيا؟ هالأنطر حكيت رفعت وعم بيقول لي هيدا العلو تبع عناطر بيت الدين. أعوذ بالله أنت علمني على بيت الدين؟ ستاندرد بيت الدين هيدا عندي أنا مصيفي سنتين بيت الدين. صيفي بيت الدين؟ طيب لقلك لا ما بتفوتي من هديك الضيعة كيفني معك؟ ما بتأثر على القصة؟ ما بلا شو بتأثر ما هي الصبية رمز الأمل بكل أنحاء الضيعة. الأمل بيقدر يفوت ديركت تمام المسرح ما وده. شو بتعمل هلا يلا خليني يلا شرف المتمرن فرق كريكور كريكور فرقة لا يا خي روح مش هالقد روح خلص روح خي مش هالقد مش عم لك هالقد بك عم تضحك خلص ما تشد كريكور ما تشد خلص ليكو بياخذ المسرحية سامعين بالمسرحية؟ ايه بياخذها من الأول مشهد ورا الثاني متواصل بدون توقف الست هنت عم تسمعيني؟ كل المسرحية رح ناخدها وبدون ما إذا واحد عنده سؤال يسألني إياه هلا بدي أنزل أقعد تحت هلا بدي أشوفه. يعطيكم العافية تفضلوا من الأول. مرحبا شباب. مرحبا أستاذ. إجا سمير أستاذ سمير خلص حبيب. أخي جاي وباقي معكم لا الافتتاح. ممنون أخي سمير عاد شوي هلا بنعرفك على الشباب هلا خلينا نشوف ليك سمير شو من المسرحية أخي اكسبها شوفها يلا من الأول أربعة كلنا أربعة أعمالك يا فيصل ولك يا فيصل مش من عنده أمال انقطعت من برا لأنه راحت من عندي كمان انقطعت الكهرباء لأنه عم بيقولها بكرة بالراديو إذا ما رح يصير خط الشبل بدهم يرجعوا على التقنين بتروح للساعة 12 تقنين يا عيني يا عيني على التقنين هلا لحظة أنا كان عندي شمعة لحظة هيئتها دبكي مزبوط بالشمعة لما مندور الموتير يا علي اتصلوا خليني يجيبوا مازوت الموتير دور الموتير يا ايه ما في مازوت ريكورد نعم استاذ اعطيني الضوء واتصل خلي يجيبوا لنا مازوت من طوينة مشكلة اعطيني الضوء شو بدك بالضوء شوف تليفون يعني المازوت صفيت لبكره نور منين بدي اجيبوا مازوت هلا بنشيل مازوت من تحت الارض اي ساعة بعد انت مرة يا
زوي يا عمي. عزيز نعم. ايه انا سمعت مع بكره كان عم بيقولوا. يلا شو رايكم؟ شو يا نور رح نضل ناطرين؟ استاذ بنت بنفل على البيت. شباب طيب يا اخوان. يا اخوان. طيب يا اخوان. طيب هلا شيء خلينا لكان اوكي طيب بما انه شيء لكان طيب اوكي. بكره نجي كلنا بدنا نجي ساعين 8 لا يا ربي شو بدي هذا الافتتاح انا بدي افتتاح كلنا الساعه 8:30 8:30 كلنا حدنا نلاقيها يا طبعا كلنا بدنا نكون موجودين موجودين الساعة واحدة على الظهر بس يا خيّة يا خيّة ولك بس ولك حسوا ولا حسوا عدمكم مصارت البروفا شو بعمل أنا ما بكرة بعد اليوم بكرة بعد اليوم إذا بتريد كلنا طار بروفا اليوم خلقت بروفا بكرة إذا بتريد طيب عندكم شغل بتعطل شغل حياتك أنت عم تدعم شغلة لا أنت عم تروح شغلة هلا مش عم تروح لا طلع عم تروح شغل انت اذا بتريدوا كلكم الساعة واحدة من كل بز من كل بز اذا بتريدوا يعطيكم الف عاف يلا شرف يا كريكور ضويلوا نشوفوا كلنا واحدة تماما اذا بتريدوا الساعة واحدة يا استاذ الله يرضى عليك استاذ نور استاذ نور ما تنسى تتصل سيد نزيه ولا هلا بدي احكي نزيه ضويلي هلا روح خلص روح ساعة واحدة ما تنسى انا عندي ترجيل بكره ساعة واحدة استاذ نور مين انا مهيب شو خير استاذ نور بخصوص هالرقص انا كمدرب ما بقدر اشتغل بهالجو الحزازات فلازم تحكي الشباب جوزيف وريمون وطوني وخليت نحط النقط على الحروف بقى خي مهيب هلا لا شايف النقط ولا شايف الحروف بكره بس ضروري يا استاذ هلا تقنين مهيب هلا الو بونسوار بحياتك الكولونيل خليفه موجود
معلم الكريكور يا معلم الكريكور يلا جاي كريكور استاذ شوف فؤاد استاذ نور عايزك نعم استاذ نور فؤاد وين فؤاد فؤاد هون يا حول اوكي اتصل لي فيه اللي عايزه يا حو استاذ نور ما هو عيط لي شو عم يسوي عم بقدح غابه مشان علي يشوف من وراها اتصل لي فيه قل له خليه يجي يحكيني بكل هدوء لانه ما بدنا نعصب اليوم نجرب اليوم ما نعصب اوكي استاذ نور انا جاهز بركي بنتمرن على مشهدي قبل ما توصل الفرقه نور استاذ خي فؤاد انا بحب اروي لك شيء حصل معي ما بعرف باخذ رايك فيه انا وصلت من شوي مثل العاده عم بحط اغراضي اطلعت وجدت هالشغله محطوطه حط طاولته يعني لا اخذت ولا اعطيت والله واصل مين كريكور بقى كريكور عم ببشرني المسكين بيقول لي فؤاد جاب الشلال يعني أنا بطبيعة الحال سررت بكل طيبة قلب قلت له وين هو قال يا حوة الله ما بعرف كيف بدك تاخدها أنت يعني ما بعرف كيف وحيات شو بك وحيات فؤاد ونور صادق صادق شوف لحديت وين يعني ايوه يعني لو ما يجي كريكور مثلا ينورني يقول لي هذا هو الشلال اخت اللي بزل عليك اذا كنت عرفته شو رايك بهالحادث انه مش مبين شلال لا خايف وقد الله يطعمك حسب نيتك والانسان احيانا اذا ما بتعرفه بتجهله بتكون انه خي فؤاد ما اعرف انا هو اياس ولادي عمله انت يعني ولا انه مثلا فرخ شلال انا ولا شلال بنحط على كومودينا على الدرسوار يعني ما بعرف ليه ولا يلعن لما في دبكه خصوصي للشلال دبكه طويله عريضه عاملينها للشلال نحن فرضا هالدبيك اجى يدبك للشلال والشلال مش واصل لحد ركبته البعيد كيف هذا؟ شو هالصاعور اللي عامله هذا؟ انه طالع صغير انه شو بقبرك يعني؟ انه حجمه مش مناسب والله شو بعرفني خي فؤاد ما انا بجهل اطباعك مساب بركي انت فكرك نقعد من ربيه مثلا منجيب له شي وحده تسهر عليه تاخده تجيبه بيكبر معنا بينمه الشلال ما بعرف انتو قلتوا لي بدكم شلال ما فهمتوني شي شو حمير نحن ورخيصنا لا مش على حد تاخد على حديثنا لحتى معي خبر في دبكي ولا من يحزنون انتو اصلا ما خبرتونيش شو القصة شو دخلك بالقصة انت مين له نفس يخبرك القصة انت كل المطلوب منك تعطينا شلال طيب فضل. طيب انا عملت شلال قياسي انحمل بدك شي ينزل معي انت لو بتعرف كيف دهرناه من المنطقة ما كنتش بتعترف هيدا الشلال انعمل بظروف قصف وتعتير هلا الشلال اكل وهلي لشك يعني بس ما بريدك تستعمل معي الانسانيه دخيل اجرك يا فوت بلش لي بالقصف والتعتير ما نخلص هلا استاذ نور الجفصين بفت انا قادر اعمل لك شلال قد هالمسرح ومش فرقين عندي بس الجفصين كل ما يكبر كل ما يفت ما بعلمي انت رب الرب ربك على رب الجفصين بعلمي ما عليه خير بدنا نعصب هلا خينا تبلك طيب انا رايي مشوا حالكم فيه الليله وقتي اعتبروه نبع صغير ما
ما بيمشي حاله كنبع صغير مثلا؟ الله يخليه لأهله ويخليك عراسه يا رب. وبدك رأيه هيدا الشلال حرام يشترك معنا بهيك مسرحية. ما مش لأله، مش منيحة لأله، مش منيحة. لشو دخلك يجي يجلجئ حاله؟ شيلوا من وشي أحلى ما شوطوا عليكم طرطشكم جفصين انت هيدا الوراقة. شيلوا أحلى ما تسرب مجفصة من الليلة. ليك ولفوا بشي أحلى ما يخافوا منه الصبايا. وخلص الغيت الشلال هلأ بهالتكة هيدي، شايف بهالتكة الغيت الشلال. ما بدي شلال روق أستاذ نور، روق. أنا بعرف كيف بشتغل. روق بعد عندك تمرين. فرقة ليه بعد ما اجي تخرج؟ ساعة واحدة جايين. ساعة واحدة؟ ليه؟ أنت قلت لهم ساعة واحدة. في سمير هون. أجينا أستاذ، ما حدا أجي. ممنونك يا سمير، غمرتني يا سمير. شو بيه؟ تينا نحكي سيدنا زين. يحرق سماك على الناس ويطلبوا طلبوا عجل. ولكن ما قرأتني من زين امبارح، كيف نسيته؟ لأنه تلفن هو اليوم. تلفن هو؟ شو شو قال له؟ قال كلمة شوي كبيرة. شو سب؟ سبنا؟ يعني سب كل شيء، كلمة. طلبوا طلبوا عجل. سب سبعة سبعة. شو علي جاي؟ من زمان. علي شو بعدك عم تفبرك الليلة الحفلة؟ خليها عم تفبرك. علي ليك إذا شاكك بشي مستحلي بك تشتري شي قبل ما يسكروا المحلات. يا أستاذ حاجة شاغل فكرك بالصوت. بس علي يقول لك حط ديك بمي بيردي، يعني خلص حط ديك بمي بيردي. صار لي من وقت ما تعرفت عليك حطتهم بوظوا خي. مرحبا. أهلا سيد نزيه. أهلا سيد نزيه. يا الله شو بالحلال. اسمعوا هلا كنا عم نطلب. تفضل سيد نزيه. مين كنا عم من الحكاية؟ سيد نزيه. اسمعوا سيد نزيه من هون. سيد نزيه قلنا من على بكره قاعدين على النمره، يعني من المستحيل يتوفق بخط الواحد. تفضل. رافعين السماعه وناطرين. بدنا نحكيك يعني، وعارفين انه ما مش معقول. ونور نور هون وراك. شو عم تعمل وراي؟ تعال شوف. عود لشوف. شو عم بخبروني؟ عود لشوف يا خيي. قلي شو عم بخبروني؟ قال خربت لي بيتي. شو الخبريه؟ والله شو بعرفني الاخبار عندك؟ جاي شوفك انا. تعال شوف يا خيي شو عامل انت؟ مش عامل شيء. ومين اللي عامل هالعمايل لكان؟ انا تلفنولي من البنك وخبروني انك مفزع. مفزع؟ مفزع نعم، مفزع لي بحسابي. والله صدق ما معي خبر. ما معك خبر؟ تعال شوف يا خيي. طيب طيب ما حكيني، اتصل فيي. تارك لك نمرة من أي مطار؟ والله العظيم هالنمرة سيد نزيه برحمة مين بدك، يعني نجرب نجرب فيها، يعني من المستحيل يقدر واحد يلقطك. لشو بدكن تلقطوني؟ ما لقطوني عخوانيقي. منين بعد فكركن تلقطوني؟ والله العظيم هالخطوط سيد نزيه وين وين كريكور؟ بس مش معقول شيء مثل الكذب. لا كذب. كيف؟ مش مثل الكذب. الكذب هو بعينه. مش معقولة. ليش مش معقولة؟ معقولة. تعال شوف يا خيي كيف على هالبنك عم تعلق معكن. هات لشوف انه ما عم بتعلق الا على هالبنك. يعني لا بس ابصر ما هي غير شيء. انت معك خبر النمرة اللي انا تارك لك اياها؟ نمرة مستشفى. والله كنت بالمستشفى؟ ما عم تعلق معكن على مستشفيات بس عبنوكي. والله ما معي خبر قصة المستشفى. تعال شوف يا عمي انت امتى على المستشفى. طيب طيب انه انت شو عامل؟ مش المسرحية اللي اول ما حكينا حكيتني عنها تبع السلة مدري شو تبع الجرة؟ ايوه ايوه هي نفسها. طيب عال انه شو هي يعني؟ ذهب مع الريح يعني ولا حصان طروادة؟ شو عامل؟ لا طالع مصاريفك بهالشكل الهستيري هيدا. تعال شوف يا غيي. عمل فولكلوري شعبي بسيط. طيب فولكلوري انت مش قلتلي بالاساس انه مسرحيه كتكوته وانتاجها ما في مجازفه؟ بلا يعني هي هذه كتكوته بتنعد يعني. سيد نور كتكوته ب 200 الف ليره؟
شو هالكتكوتة هيدي؟ من بيت مين؟ كيف نال 200,000 ليرة؟ من عندي، من مصرياتي. 200,000 ليرة صاروا طايرين على الكتكوتة. ممكن في غلط، مش ممكن. هاي مسرحية كتكوتة، ما مفروض تكلف الأرض. شو في غلط؟ تلفن للبنك، انت البنك عم بيعلق معك. يلعن أبو الفولكلور وساعته. شو في معك؟ كم نسمة معك بهالمسرحية؟ شو في 1000 جندي روماني بدو يقلب علينا الهيكل؟ ولا في معركة على الأحصنة ولا شو؟ قصة أحصنة سيد نزيه، بس هالكلفة يا خي من النوعية كمان، شو بتكلف كتير النوعية؟ شو وينك رايح؟ النوعية مثلا بيجيك هالجزمة مثلا جلد، هالجزمة مش جلد، فيها عرفت؟ هيدا شيء مثلا جلد، الجلد هيدا شيء مش جلد. يعني انت بتجيب الجلد؟ جبنا الجلد، شو بدنا نعمل؟ وطلعت بجلدي. لا يا سيد نزي، بس نحن اول ما حكينا فيه قديه ركزنا على النوعيه، انه بدنا نوعيه، بهمنا النوعيه. ركزنا على النوعيه؟ تعال شوف يا خي، اي متى ركزنا؟ ولو بس كنا عندك وقتها عم نحكي، وحضرتك كنت واقف على الباب بالعلامه قلت لي ولا يهمك. ايه ولا يهمك يعني، بس سيد نور ولا يهمك كلمه بتنقال يعني انه انت لحقني على الحرف يعني. شو بدك تفلجني؟ لا يا غير سمح الله. لا هلا يا سيد نور، هلا يعني ما دامك فتحت سيره الباب، انت وقت كنا واقفين على الباب قلت لي كلها حركه 80,000 ليره اذا فايق. مش فايق، مش حكينا بس مش فايق، حددنا 80 وقت قلنا شيء. انت سيد نور مش فايق، انا فايق لانه مش عم بقدر نام اصلا، لأنه عم ضل فيه. سيد نور، أنت وقت كنا واقفين على الباب قلت لي بدنا نطلع 200,000 ليرة مش نحط 200,000 ليرة. يعني في سوء تفاهم سيد نور. على الباب صار الحديث هذا؟ على الباب. غريب. على كل سيد نزيه، بعت إدل الفواتير كلها موجودة عندك ومبينة المصاريف، يعني ما فيها شيء غامض. مفهومة مفهومة سيد نور. واحد بده يعمل هيك عملة بده يزبط له فواتيرة طبعا. ايه بس ليش انا عم بفهم شيء من هالفواتير؟ فواتير فولكلورية كلها. شو هو دخلك؟ مقيد لي غضب الاهالي 10,000 ليرة؟ شو هيدا غضب الاهالي؟ بالمسرحية يعني؟ ايه نعم، مشهد هذا غضب الاهالي. شو بيصير يعني؟ هذا في عندك مشهد سيد نزيه، منشوف هالأهالي يا أخي بيكونوا فرحانين، بيحصل شيء معين وبيغضبوا. وشو بيعملوا بالعشر تلاف ليرة؟ ما بيعملوا، لا، هاي 10,000 ليرة حق الشراويل عندما بيغضبوا الأهالي. طيب ضروري بس يغضبوا الأهالي يغيروا شراويل؟ ايه طبعا، ما هي شراويل الغضب غير شراويل الفرح سيد نزيه. انه هلأ الغضب بيكلف 10,000 ليرة؟ يا اخي مش مصدقني. شو بتعتقد يعني؟ عم بملفك يعني؟ بعد ناقصني تبلفني كمان. لا يا اخي يعني ما بيكفي، عم تاخد مني وتاخد مني وما عم تسأل انا من مين باخد يعني؟ شو باخد من اجري؟ انا صرت عم باخد من اجري. سلامة اجرك سيد نزيه. لك يا اخي المصاري، شو بدك؟ المصاري بتروح وبتجي. لا انت الصادق، بتجي وبتروح. بس ما بترجع بتجي برأيك؟ مبلا. طيب وبترجع بتروحها حضرتك؟ لا ما أنا عم جيبها وأنت عم تروحها. ولك تقبروا الفولكلور وصحابه، كنت عم بشتغل بالجوخ وماشي حالي، جيت دندلتني بمسرحية عن السلة مدري شو ربها. جرة سلة كل زي بعضه. أنا بدي أعرف شو بعرفني إنه هالمسرحية بدها تنجح أو لا. تعال شوف يا خيي. إن شاء الله، بإذن الله، مثل ما الله بريد خير. شو صرنا إن شاء الله وبإذن الله ومثل ما الله بريد مبين؟ أنت أول ما دندلتني قلت لي بدها تكسر الأرض. خي الله إن شاء الله تكسر الأرض، شو فارقة معي؟ طيب إنه أنت مزبطها يعني؟ في لطشات مثلاً عن النواب، عن التجار، عن الغلا؟ كلها لطشات مرقة بشكل وسكس فيها سكس؟ كيف سكس يعني؟
زبطها أنت، حط سكس منيح السكس. بعرف سيد نزيه، بس ما هي قصة ضايعة يعني. مثلا كيف لقلك في عندك مختار شويش صبية هيك شيء؟ ما بعرف، مختار عم بيعمل سكس معقولة؟ ما بعرف يعني سيد نور، سكس بين المختار والصبية مثلا ما بتمشي؟ لا ما هي الصبية طاهرة، مفروض انه مندورة لبلدها، مندورة للحرية، ما فيها فجأة تعمل سكس مثلا. طيب الاهالي، طيب يا سيدي ما فيهم هالاهالي مثلا قبل ما يغضبوا ب10,000 ليرة يحكوا شي في سكس مثلا؟ مش عم قلك يتزلطوا انا. لا يا سيدي، ما هي كيف جاي قصة لبنانية مثلا، فيها شيء مثلا وطني شعبي وطني، ما فيها مجال. ايه عاد فيها وطنية عاد. الوطنية كمان بتجيب عالم ان شاء الله. المهم انه هالمسرحية تشتغل، وما كون انا غطست غطسة صفي عم شيل توتيا بالاخر. لا ان شاء الله. حاطت فيها شيء عن الجنوب ما هي؟ لا والله، ليك كيف راحت عن مخي. لا ما بيصير، بدك تمرق شي عن الجنوب. مزبوط. هون بالمنطقة الجمهور بيحبز هالاشياء. مرق جمن صغيرة بتشيلها بعدين، بس نعرضها بالشرقية بتحط شي تاني. حط شي عن البقاع. البقاع شفت كيف؟ أنا بزبط. يلا سيد بالنسبة لليلة مدينا سجادة على مدخل المسرح من شان المعزيم والشخصيات. وهلأ بعد شوي بتوصل دورية 16 من شان تبقى على مدخل المسرح، وإن شاء الله على خير. سيد نزيه، بخصوص هذا التبريد، هلأ التبريد نحن بس عم ندوره وعم تخف الإضاءة. وبتعرف بكرة بدأ تمتلي القاعة ناس، وهذا نفس بيقوى على بعضه فطيس بصير. شو بدنا نعمل؟ بخصوص الليلة معك حق، الليلة متلاني لأنه كلها معزيم. بس لبكرة مثل ما مبين القطع عشباك التذاكر، يعني ما بعت قدر راح تعوزوا التبريد. شو ما في بيع؟ أخ يا كبير، بيع خفيف. ها خفيف ونضيف، في 15 مخلوق قطعين لبكرة، ويمكن إذا مشينالن التبريد يبردوا وحدن بهالصالة. بس هذه شغلة مش منيحة، يمكن لازم نقوي الدعاية. الله يقويك، ما بقى واردي قوي شي، بدي قوي قلبي لنقطع هالافتتاح عسلامة. خلينا لا 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 لننحس إصبعنا سيد نور. لا اوطى ولا اعلى، ما تسطعوا العلو تبعه مزبوط هيك. ايه بس لانه انا صوتي بيطلع من هون، شفت شو؟ وخاصه بهيك مشاهد فيها تفجع، الضيعه كلها عرفت بقصتي وانا بدي اهرب، مش عارف كيف. يعني تفجع تفجع، يعني بدي اعبي نفس وطلعوا من هون الصوت. ايه بس ما بقدر احط لك الميكروفون هون، ما بيطلع شيء من هون. بالعكس، ما انا صوتي من هون عم اقول لك. خي عال، من هون اول شيء بيطلع من هون، بس اخر شيء منين بده يطلع؟ من هون. ما انا ما بيطلع صوتي من هون. هلا هلا فكرك منين طالع صوتك؟ منين؟ منين؟ من هون. انت بتهيألك هيك. شو هالحكي؟ ما كل العالم تحكي من هون. ايه ما هيدا الغلط. استاذ نور، استاذ نور بعد امرك. نعم استاذ نور، بركي هلا قبل ما نبدا التمرين بتحكي الشباب اخواننا. نعم مثل ما اتفقنا امبارح، وبنحط هالنقط على الحروف. على راسي خيموي، بخلي لي هالنقط والحروف معك شوي، هلا عم نتمرن بس نخلص نحكي. ايه بس ضروري يا استاذ، الليله الافتتاحه. استاذ نور انا جاهز. قل لي كيف راح بتكون، على الواقف ولا على القاعد؟ لا اعرف كيف بدي اقنع. خيي انا واقف بس يمكن حوص، ما ليش عم اقول لك ادحلي من فوق لتحت. يلا يا اخي يلا. يلا في هون انا لازم اصرخ اول شيء. تفضل. هاي مثلا شفت كيف مبلش دغري بصرخه، صعب شوي، كيف بدها تطلع معي مش عارف. والله لا تترك حالك، استرخي واطلع واصرخ. شو رايك؟ انا مش عجبتني. شو بك معصب؟ يمكن معصب. لا كل شيء، ولا تعصب يا اخي، ما هي اليوغا بتخلي الانسان ما يعصب. لكن انا بس عم خلص يوغا عم برجع اعصب. ترك لي اليوغا يا اخي، شو بدنا باليوغا هلا؟ فوت اكثر على الشخصيه، شيل الشخصيه واطلع.
وصراخ وبتعصب. شو رأيك؟ أنا مش راضي عن حالي بالصرخ يا خي. مشيني سيسرني بدي أشتغل. بركي لو بيظهروا الإخوان شوي برتاح أكتر. شو أولاك؟ يا صبايا اسمحوا لنا شوي. إذا بتريد صبايا شرفوا لبرا. ما في شيء. الأخ براندو ما قادر يشوف حدا اليوم. استاذ نور وبركي الشباب كمان. يا عرس يا علي. علي تخبوا لي ورا هالغابه خي. ايه بس لحظه دح لي اياها وبنخلص من هالشيء. دح لك اياها من جوا. ردها يا. شو بتحب اظهر انا كمان؟ لا ولو. لا عم فكر بركي بظهر انا وياك وبلا المشهد خي. ليه؟ ليه جاي 500 نسمه الليله؟ شو بتعمل؟ فوتوا بترجع بتطلعوهم؟ شو بتعمل؟ مندبرة استاذ نور. ما انت خليني ارتاح الدور وما بعود يهمني. باكل لك الجمهور اكل. تفضل كل الجمهور. شوي خايفوا هذا. كفوا انتوا. انا ما راح ضايقكم. بقدح مهلي. كفوا ما يهمكم. هلا ببتدي عزوقك ولا عزو ايماني؟ شو لك تعلق؟ كيف شو تعلق؟ يلا خي. كيف لصار هاي؟ كيف عرفوا؟ كيف وصلت قصتك عكلبي؟ وين راح تتخبى من عيون الناس والمطارح؟ البنت البريئة عرفت؟ والبنت راح تخبر الشويش، والشويش راح يخبر المختار، والمختار راح يخبر الضيعة. كبرت قصتك يا مسكين. أيوة. خي فؤاد هيدا مقدح واحد اللي سمعينه هيدا يا حوي. خي شو علمي قلت لي كفو رح تقطع عمالك. شو بك؟ كفو انتو. شو كفو انتو؟ كيف ما كفو انتو؟ مسموع صوته قوي لعندكم؟ لا خفيف كتير. شيل الغير يفوت تقطعها جوا على مقدحها بلبطة وحدة. بلك بتلغيها. شو؟ ملاحظ أستاذ الجرم ضايقتني؟ لو ايدي حرين هيدا المقطع هون بشلك ايه هيك بلعب فيه لعب. ما فيك خي. انت جاي على الضايعة خصوصي لتسرق الجرة. بس توفقت فيها الله ما بيتركك اياها. شو مضايق من الجرة كمان؟ كيف بدك تهرب؟ لشو هالعياط كله؟ شو تارك لاخرتك؟ ما في صاحبي هالقد بتصفي بك فحش بالاخير. انا كنت عم جرب غطي على المقدح. شو بدك بالمقدح؟ انت فيك تغطي على المقدح؟ لا اذا بدك بقدر اغطي على المقدح. يا خي ما بدي تغطي على المقدح. شو بك الله؟ ليه بدك تاكل الجمهور وتلعب بالدور لعب وتغطي على المقدح؟ شو اشتغل. عم تصغر المطارح، عم تصغر الساحات. بدك البنت. بدك البنت. بدك البنت. عورد على البنت. بدك البنت. البنت مندورة لبلدها، مندورة للحرية، وانت إلك زهر العلي. عم تقرأ بالساعة؟ حطها. عم بسمع دقات الساعة. يا أهالي ضيع جبال المجد، صوتكم محصرني. يا شو بك واقف ونزل لي كلهم فيهم هيك؟ فطول بالساعة كلها. شو عملينا موسعينها؟ استاذ نور هون في إلي مأخذ صغير. مأخذ؟ نعم مأخذ صغير. لك مأخذ كمان؟ شو لك مأخذ؟ استاذ نور هالجملة يا أهالي ضيعت جبال المجد إذا ممكن نقصر منها شوي طويلة على النفس. طويلة على رقبتك. شو بها الجملة؟ يا أهالي كريكور بيقولها. أقولها كريكور. يا أهالي ضيعت جبال المجد. تلليرا يعني. شو فيه ما فيه بس فهمان أنا مش فهمان. شو انت على اليوغا ما موسوس مصفي. خد عمال لك هلا قطع. بناخذ شمال بنروح بنجي من جامين. يلا يا اهالي ضيعت جبال المش. صوت قلم حصرني. يمين لهون. يا اهالي ضيعت جبال المش. صوت قلم حصرني. يا اهالي ضيعت جبال المش. صوتكم راح يخلقني. شمال لون. شو رايك بهاي استاذ؟
ربعت رح يقتلني اخ ولو ربعت ولو ربعت ربعت وين ظهر مين ظهر رفعت ولو ظهر استاذ كيف خذ الحبه خذ من كفي استاذ خذ الحبه خذ استاذ نور بتحب نكفي وين ربعت ظهر 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 رفعت نعم. يلا كفي كفي على الباقي لهلا كفي يا هاني ضيعت جبال المجد كيف بدي ارحل لوين جايبه صوتكم محصرني يمين كيف بدي ارحل شمال لا فجر برقبتك فجر كيف بدي ارحل هلا بيعلق بالنص لا بيرحل على شمال ولا على يمين روح على النص يلا كيف بدي ارحل ورفعت عم يعمل فينا هيك ونروح على بطرح خش يلا رفعت وين رفعت النجار وين راح شوفوا يلا هلا انا بدي موت يلا انا بدي موت نزل انا بدي موت انا بدي موت تركوني موت تركوني موت رفعت وين موت 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 بعد موت بعد بدك تموت قدها موت موت اخر موتي بتموت بالمرة لا لا نام جنابة نام جنابة نام جنابة ولك جنابة كيف جنابة ملا بهديك هذي شيلها بهديك مول هاي بهديك الايد وينكم ملا بهديك يا اهلا يا عب الشوم ليش جاي من عندك ما بدي فوت ها بس شو عم بيخبروني يا نور شي شدف عم بيقولوا لي عمل جبار جبار هيك صار قلبي هالقد تمشي فيها يا عليك نور مش معه رجع مسا يي نور سي تو فوي اللي شو عم بيحكوا عن مسرحيتك بالجريده بالاكسبريس يعني ناطرينا ناطرينا كيف يقولونا بالعربي بي بي فارغ الزبر صبر صبر ماشي ماشي تفضل لحظة بس ريكورد نعم استاذ فوت لعند ست هند إلا أجت ست مارو من أوريان لجور بدها تشوف يلا جاي خلي الفرقة تحضر حالها يلا ومن هون ريكورد نعم قديه الكهرباء جوا انتبهوا 220 طار المقدح بس حتخبروا الاستاذ نورا نور شي فظيع سمعت كثير عن هالقصه عن هالسبكتاكل تبعك نور سافا اتر لو غران سوكسي الله يخليك الله انت اللي لذيذ فيك نور انه عم تعمل لي هيك كشوز دو ليباني لو فري فولكلور ليباني Dis-moi, toi, comment tu vois ce spectacle? Hey, en gros, merci, merci, Allah. Like, c'est la folklore libanaise qui parle le nom du Liban. La pays, mais je paye la village libanaise. We are Zerez, Abu Zulof, Dal'ona, Mijana, encore Rosana. Mijana là? Mijana, Dal'ona, et encore Rosana. Tous, madame, indique 13 dabke. Et danse libanaise qui est très bien bel haydal hey ma ahlek ya nour ma btaref comme on a tous besoin de revenir hik ala libaniyetna hey, dans jibal el maj nour nous rappelle que nous sommes libanais en sommes fiers
وخلصنا بقى من كل شيء غريب ومش لبناني. نسبة نور tu parles du غريب il paraît dans جبال المجد le غريب oui l'étranger voilà qu'est-ce qu'il y a le Liban c'est l'étranger qui a lui مثلا نزع عليها سابني هون وكشي وما ادري شو بعدين صاروا شو بعرفني شو بعرفني انا الفلسطينيه مثلا voilà tu vois غريب moi j'aime les gars j'aime غريب il vient entre les Libanais. Alors, Liban intelligent, il sait la chose. Alors, شو بتقلي لها؟ Il attrape l'étranger. نور ليه عم تحكي فرنساوي؟ احكي احكي عربي وانا بعدين عم زبطهم. ايه دكور. لأنه سي بلو فاسيل بور توا. وابري موا جارانج سا. لا أنا بحكي فرنساوي يعني بس ناسي. يا أهلا بالست. طيب خليكي شوي مع الست هلا أنا بال. شو متحلية ستهم؟ لا والله سد إيه وجهي بيعرف اليوم. تعرفي اليوم. نعم الطيب كنت عم فتش عليك. أنا أساس كنت عم فتش. معك ورقة وقلم حبيبنا؟ من شان شو حبيبنا؟ بدي زد لك جملة صغيرة تحفظها. لا ما بقى زيد شيء حبيبنا، لك أي ساعة بدي أحفظها؟ لا 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 جملة صغيرة عن الجنوب بدنا نقول شيء عن الجنوب بصير. جنوبي. لحظة يا عمي لك شو فوقك عالجنوب هلا؟ شوفي شوفي كل فساتيني مدروسين وبيطيروا العقل. عندك هيدا الأزرق الإخراني بيطير العقل. عليه هيك حصوص 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 كله داير من دار بشكل ألماز. تعرفي مشهد الفينال آخر طلي بتكون الجرة رجعت للأهالي وفي أمل جديد. بيجي الأمل مع هالحصوص عالأزرق حلو بيطير العقل. أنا بموت بالأزرق هيدا، وإذا عم تقولي كمان إله حسوس بيكون شي يعني بيطير العقل. معلوم هيدا ما بيعني إنه فساتين الباقي مش بيقوتوا، بالعكس عندك واحد على نسق السواري أسود كله جاي لميع بيطير العقل، مع أبي ذهبية عالية بتطير العقل، ومسقط عليه ورود فضي على ظهره بس إبرم لأنه في مطرح أنا ببرم. آه تبهمي ايه فضي وفستقي، بس مش الفستق الثقيل عرفتي، الفستق الحلو. ايه الفستق الظابط. ما هو الفستق اذا ظابط بيطير العقل. ما بدنا نوسخ هالشروال لليلة استاذ عفوا. لا لا انا بنفضه وفداك عيد. اي نعم عيد يا جنوب يا جنوب مرتين يا جنوب. نعم يا جنوب يا جنوب يا جنوب. والثانية هاي الثانية. هاي الثانية اي نعم. يا جنوب يا جنوب يا جرح الوطن الصغير. يا جرح الوطن الكبير. الكبير حط شيء الصغير حط الكبير. يا جرح الوطن الكبير. الي كبير الي كبير يا واقف. استاذ نور في قصة صغيرة صاير جوا بركي حضرتك بتشوف قصة شو لا للحفلة شو هالقصص يا واقف وحدك بنص قلب فوت جمع لي مش عم بجمع معي شو بتفوت فعاط فيهم صوت واحد ايه وحدك بنص قلب ايه بالبال بالبال شو بال وساكن انت بالبال ساكن شو علي علي كن انت بالبال اهلك الابطال علي في هلا ما تنعجي زدنا جملة للمختار وين بدي أعرف روخي هلا بس نوصل على مقطع مين يا بول مين أوعد دوره إلا ما تسمع هذه أهلك الأبطال لا خافوا ولا ركعوا عرف كيف عليه هلا ما بيكونوا عم بيحكوا عن الجرة دور لهم أنت مين يا بول بلن 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 أوعد دورها إلا ما تسمع لا خافوا ولا ركعوا يا جنوب مش رح نرجع عرفت كيف عليه؟ شو بدي اسمع المختار شو زدنا شو جملة هلا صار في كتير مش رح نركع ها اي نعم شو بقى واقفين يا جنوب شو هي ذيك عرفت كيف عليه؟ شو هي الجملة اللي زدتوها جيب نقلها من عند المختار يا اخي واقفين يا جنوب حطيتها تفضل تفضل استاذ عمي واقفين ما مننهز حبيبنا سؤال صغير بخصوص الست الصحفية جبت لها سيري شيء إنه مشترك بالعمل هلا بتاخد منك حديث هالشغل اللي فكرك عيد لي يا جنوب واقفين يا جنوب ما مننهز يا جرح الوطن الكبير ما مننهز ما مننهز لا هاي ما تأيدها أنت هاي بالسطر الثاني وين صرت أنت ما مننهز لا اشطبها هيدي اشطبها يا جنوبنا لحظة لحظة يا أستاذ
ايه الوطن الكبير ايه حط هلا ساكن انت بالبال ايه وكف يا جنوبنا الجرح انت وانت الدواء ساكن انت بالبال الجرح انت واهلك الابطال شغل على صوت واطي استاذ الجرح انت وانت الدواء وانت انتهيت ايه انتهيت ايه بتفوت علي بقى علي ميش يا ابو الميش طرق ورا هدغل انه ما بيسوى هالست تسألنا كم سؤال برأيك اهلك الابطال لا خافوا ولا ركعوا بس اذا حضرتك بتعرفني عليا افضل الست هنا بتعرف عليك ايه بس انا ما في محكة بيني وبين الست هنا لا خافوا ولا ركعوا مختار واقفين صحفي مختار هلا هو بياخدك انا ممنون واقفين يا جنوب واقفين ما من هاز لك استاذ شوخي اذا بتصفي القضية مع مهيب قضية تكسر الروس لنعرف لانه نحن ما فارقه معنا لا مهيب ولا 60 واحد مثل مهيب ما يفكرنا شيء من الشرقيه بقى انه هو هون بخوفنا يعني مين عم بخوفكم يا زلمه شو قبل اول ما بلشنا نتمرن وانا بدي العونه بطلع الراس مزبوط منيح جاي هلا اخر تكي مهيب اذا بتريد بدي اغيره وعبد الله اللي بيطلع الراس مزبوطه يعني هلا تحط لي عقلك مع المهيب يا زلمه عمول مثل ما عم بقول لك ولا يمكن استاذ هلا خطر له غيره قبل الافتتاح في روايب مخ وانا عارف شو قصده مني طالع على المسرح لا ولا بالعكس ما انت بدك تقهر وطلع على المسرح وعمول مثل ما عم بقول لك خلي يحس انه مش مقيد عقلك لا والله بيعيد هو ما في استاذ يا بطلع بدلعونه على الراس وبتحكي حضرتك يا مني طالع جزاف مني طالع استاذ وطوني معي بهالراي زلمه حط بقعرنا جزاف جزاف شوفي انا بدك تعتبري يعني عايشه على التوست جنس الخبز ما بيفوت على تمي توست واذا شي مرغت رماك عليه وأوقات بيكل أنديف بس هيدا رجيم قاسي كتير ما بيطلع عبالك شي مرة أكل هيك شوفي حياة الفن قاسي كتير ما ممكن إلا توست مع إني بموت بالبامية يا الله على البامية شو طيب البامية ليش المحشي ورق ملفوف يقطع عمره في أطيب منه معلوم وإذا صعبه لا أنا عندي بيزبطوه مظبوط ريكورد بعت لي ورا مهيب بدي أحكيهن هالقصة يلا يلا استاذ استقبلني لحظة بس حبيبي لحظة صغيرة يا حبيبي في قصة هالبرنيطة يعني عم بجربها وجرب حاسسها رح تطلع سائلة يا استاذ أخي إذا أنت سائل أكيد بتطلع سائلة طيب خدها قاعدة ما تقبرنا أنت ولك أعطيني رأيك فيه بصراحة معلش أنا كتير بحب الصراحة هلا إذا بعطيك رأيي بصراحة ما رح يعود فيك الطيق شيء اسمه صراحة خلينا بلاش يا حبيبي بس شو هذا طيب حبيبي قل لي إنه أنت بس عم بتشوفني سائل لا يا أخي أول ما اتفقنا نحن وياك ما كان مبين عليك هالشيء بس هلا شيء عم تطلع على الخشبة مدري شو الله عم بيضرب على قلبك صراحة عم بطلع سائل يعني عم تطلع كأنك سائل بركي تقبلني بركي دوري مثلا ما لاش طالع سائل حبيبي لا انت السائل حبيبي دورك انت استاذ نور مهيب شو خير هي انا بعت ورا شو دغري ايش بقى لك اياها طول لي بالك استاذ نور انت طول لي بالك جيت حكيتك من شوي ما اعطيتها زيت اهميه خي انا بدي افهم شو محل من الاعراب بهالفرقه انا مدرب الرأس ولا شو بلا ولو يا اذا بلا عفوا انت مهيب. الاصول شو ما ايشو قالوا لك تترك الامر لي انا جزاف ما بدي يطلع على الراس لعده اسباب حبيبي. المفروض انت تكون من يمي استاذ انا بدي صالح الراس يا مهيب ما هو عقله صغير بيحرد وانا محلك قل له يا جزاف خليك عم ترقص على الراس طب استوفيها مثلا ما يعني بحس انه مش مقيد عقلك عليه استاذ هؤلاء ثلاثه اخواننا يعني اللي بدك اياه بس بصريح العباره دايرينا طائفيه يا خي لا يا مو بعرف مخهم كيف بيشتغل خي ما انا هين عليهم انه انا مدرب تبعهم يا باشو مسلم عفوا على الكلمه بس خلص انفلقت استاذ مهيب انفلق بكره يا اخي مهيب مهيب طب هلا كلكم انت انفلقت وهو ما بده يطلع انا شو بعمل خي ما يحطوك قدام امر واقع انت اللي قادر تحط النقط على الحروف هيدا مهيب خي عفوا منين عم تجيب النقط والحروف كلها انت خي انا قلت لك شو كل مره عم تاخذني بالش اسمه بس طفي الاعمال بريحك اذا بدك تقوم لهم كلمتهم انا من هلا عم بقول لك حامل حالي وماشي خي لا مهيب لحظه يا خي في قصه كرامه بالنص ما عم نخبرك كل شيء نحن صار عم بيمركوا على المنطقه وعامه محمد وعلى الملائكه يا زلمه هلا هلا بالشباب كيف هون عاملين مسرحيه ايوه مسرحيه شو عن شو المسرحيه مسرحيه عن ضيعه لبناني قصه حلو كثير هات فرجونا ما تلونا شينا شو ما في هلا فرقه عم بيرتاح جوا شو انت ارمني ايوه ارمني وعم بتمثل معهم لا انا مدير فرقه اي نعم والله يا ستي هيدا مش صحيح هيدي ادعاءات باطله بسميها انا ما غادرت لبنان انا بس كون قضيت 5 سنين عم بعمل حفلات للبنانيين بالخارج بكون اسمي غادرت لبنان شو هذا بعتبره افترى علي شخصيا
أنا سافرت حامل رسالة سلام وإيمان بهالوطن، برمت فيها على اللبنانيين بالعالم وقلت لهم لبنان بعده لبنان ولا يهمكم. يعني أنا لا سافرت صحيح، بس كان كل قلبي وتفكيري هون. وهيني بس شعرت إنه لبنان حبيبي رجعت عافى، طمنت بالي وجيت. أرجو يا عمو. شو بك يا عمو؟ عمو إذا فرجيها شو من الرسمات بيسوى ما هيك؟ يا عمو بس بسرعة، بقى في وقت بدي دغري أنا. طيب بس أنت شفت شو عامل لي فيهم الغريب؟ حطيتهم جوا حد شنطة، إجا وحط لي الجرة عليهم وعلمت. دب شو بعمل لك فيه؟ روحي لعندها هلا بجي. أكيد أكيد. نور وين رحت؟ اجمع لي الفرقة بدي أحكي له أنهي القصة. ماشي يا عمو. يعني عملت حفلتين بأبيجان. إيه بدكر عملت أسبوع. أسبوع كامل. وتصوري قد ما انبسطوا وعرضوا علي يعطوني الجنسية. حلو. أي نعم. أو بذكر آخر ليلة نط معجب من هالصالي وعلق لي حلقة بمناخيري. أي نعم. طبعاً بجوهانسبورغ عملت حفلات. وتصوري عذاب التنقل والسفر، حفلة هون حفلة هون. أو بالآخر رجعنا طرنا على أستراليا، إجا فترة وبذكر كمان ضيعوا لي شنطة بالمطار، شنطة كان فيها المواويل والدبكات. المهم يا ستي استمرينا بقوة الله ولبنان، ورجعنا عملنا وقت حفلات بسدني. رحلة مسبحة بالشنطة بتسوى اليوم شي 7,000 ليرة. نور شو هالبيها هالأمورة هيدي؟ بشرفك كيف لقيتي لي اياها؟ أمورة. أنا سمعت كتير كتير عنها. يعني لكي بدون مبالغة، يعني ما في حدا شافها إلا قال شو هالصبية العجيبة هيدي. أكيد عمين بدها تطلع نور، ملعونة مبينة. نور أنت شوف عيونا مثلا. لحظة بس نور، ما حتفرجيني شي عن هالمسرحية؟ هلا فرجيك، هلا فرجيك. مخدوم اختي، قطعتك حديثك. اي نعم يا ستي، حفلة وحدة عملتها كان فيها 4,000 شخص، وعينك تشوف لما طلعت لهم بموال يا مردين طرابك. شو صار بالحاضرين؟ البكي، الندب، الشلي، النحيب. صدقيني يعني تصوري 4,000 لبناني عم يبكوا قدامك، يعني المنظر بيأثر، فعلا بيأثر ست فيرا. وانا غني وهن يبكوا، بالاخر ما قدرت امسك حالي، صرت ابكي انا، صاروا يزقفوا. الله، يعني نجاح. حلو. نجاح قديه بدي اقول لك؟ هلا شيء اسطوره فعلا. بحب هالمناسبة خص بالشكر الأستاذ منصور عبلة، إذا ممكن. عفواً. اللي كان هو فعلاً الكل بالكل، يعني قضاها ركض ركض لأمن كل شيء، عزته الحفلات. أستاذ عبلة أكيد. منصور عبلة إنسان عظيم. منصور عبلة، منصور عبلة شخص هايل. واحد بيجي بيحكيني، واحد بيلقطني على جنب، مدري شو بكم بعد ساعتين الافتتاح يا جماعة. قادرين نحكي بأي مشكلة بيحصل بكل محبة؟ ايه من كل بيت. بس شوف كلنا قادرين وجها لوجه نحكي وبنحط النقط على الحروف. استاذ مويب شو قصة تطلعونا بكل محبة قدام الكل؟ تفضل. اسأل جوزيف. شو شو جوزيف؟ شو انا بدي اسألك شو؟ ايه مويب. شو شو انت شو؟ شو بخبر؟ أصبت شي تقول حضرتك أنت مين بدك يطلع على الرأس بالدلع؟ لا لحظة يا رئيس، مش هيك بتصير القصص. كل محبة مريبة. ليش غيرت لي محلي هلأ قبل الحفلة؟ ما هو المدرب، ما حدا حكي معي. خليك مهزبة إذا بتريدي. حط شغلة بمخك خي جوزيف، أنت والشباب. أنا ما فارقة معي أنت شو ما كنت دينك، ماني هيك أخذها يا حرام. أنا بهمني صالح الرأسة تطلع مزبوطة. هلأ عبد فردون يعني بيرقص أحسن منه؟ هو ما دخل من السمو مسيحي، بس في واحد بيرقص واحد ما بيعرف. ولك أنا اللي بعرف صالح الرأسة ستسوسو. إيه لما جوزيف بده يرقص عزاوه وكأني خيال سحرة أنا، إيه ما رح تزبط معه، وعم ينزع لي إياها وما رح أرضى فيها يعني. روحوا لك يا عمي، انا بس بلشت ارقص وان كانوا كل انا سخنت. انا مش بحقك يا عم سلاح، برجح لك انت عم تزخ يا عم. محبة هوني مش هيك يا جوزيف، ما عاجبك تدريبي ما حدا شابك تضل بالفرقه. مش هيك مهيب. اي قول من الاول منك ضيعنا. لك هيك ونص يا استاذ، هلا بلع الشريعه قصه بتنحسم هلا قدام الفرقه. انا مدرب خلاص ولا شو؟ هلا انت يا شباب عيني يا مو يا هوا وليل.
حطول. نعم سيد. اختصر الحديث وشرف في اجتماع للفرقة زبطريه. أنا ظلما. لك أخي مثل ما في مدير فرقة كريكور. مش كريكور؟ شو اسمه هذا؟ كريكور. مثل ما في مخرج أنا في مدرب للرقص هو مسؤول. إيش مدرب متحيز يا جماعة بصراحة ما بدنا يدرب. إيه وستين سنة. كل يوم بالتحيز إلا أنت. أنا لو ما الأستاذ نور بقبل بمصر على شكلتك بالفرقة يا جريدينة. خير لك اسم الله على شكل اللي جايبه. أنا على شكل. الله يا خير. لما خلي الصبايا تبعكم يضبوا لسانه نبل. يعني التحيز ما أنت رب التحيز. ما بترقصي مثل الفتحة يا قلبي. ايه مش احسن ما ارقص مثل الونش. وحدي مثلك ونش. راسي اتربع يا خم. وعزة يا سيدو سجايديني. فوتي فيها تسلميلي. راح تطيهيلي هقلي. من وين بتجيبيهن كل هالافكار؟ خبريني. كله من مخي انا وحدي. هلا مثلا مش عم بحكي معي؟ يمكن تطلع معي مسرحية. مش معقول. طيب فيها هلا حكيتي عن الخصمين موجودين جيب هالدوسي الحلو. ما بعرف اذا في شي من الرسمات هون لشوف لانه يعني بتصدي ما فوق وين بحط غراب. اي كل اختي ساكت لميلي الله يسعدهم. لا والله حظك منيح يا حن هون لقيته عظيم. في هي مثلا شوف هي اسمها لبنان الشهيد. ياي وهيدي وطن شهيد. ياي حلو كتير. وهي الشهيد. يي 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 اسم الله عليك فعلا انه فرخ البطة. شو بيقولوا لها؟ عوام. عوام ويسسا. بس بيها عم بلاحظ انه فيها الدويغة بالنص. ترجعينا دايما. شو قصدك فيها؟ لا هي ماشي بس كنت حاطة اغراضي جوا اجوا حطوا لي الجرة عليون علمت بالنص. بعد افتيناها ليلي من جوزيف ليلي من عبد. اعطيني هالتياب استاذ انا حكيت كلمه واحده ومني راجع. انا سمعته بدايتك شو حكى ابو عفور الدم وكل واحد بيحكي السبب تفرجيه من هو مهيب. وشو هي الغربيه مهيب. انا بس بدي اتوسخ بعجبك خلص اعطيني اياها اعطيني ايدها ليك يا ابو مهيب. اذا كان فكرك عم تهددنا بس تندم عليا هيدي ليل بدي مرك علينا وعلى المنطقه ما خلي شو ما بشوفك ما بيطلع من امرك شيء يلا بنشوف بس انت وياه يلا بنشوف. في كونترا معطينه وما حدا بتحرك برات مثلا تمسني بلا كونترا بلا بلوط بلوط ايه روح وتسكت روح كريكول ممكن ما هيك بجوع ليه؟ شو فاكرين حالكم بالشرقية؟ الرجال منكم يتعاطى معنا هون بالغربية ايه؟ ليه ما بيكون اسمي مهم بس مخليك تفشخ فشخة بعد ابو خضر ان شاء الله بتقدر توصل على ابو خضر ايه واخدها من عين اذا ما محرمك يا الغربية لا ابو خضر ما بيكون اسمي مهم ظاهرين وبنشوف يا مهم ليه ما رح تلحق لك اللي بيطلع بايدهم يطلع باجرهم للرجال منكم يطلع على الشمال مش على المرجله اه حكيت اسمك حكيت يعني هلا بس انا نهر ابراهيم عن ما تحكي خلي لك يا نهر ابراهيم لان انا ابو علي لشو يا كون اسكتوا بقى بركي قتلونا يا شيخ جوا لما كنتم اخو يا اخواتي من يوكي يلا يا اخوان شوف الاستاذ شو عم يقول لكم رفعات لاه يا شباب بكلكم ما شاء الله فاهمين وين عيب كلكن اخوان بين بعضكم اخلع بعضكم بعض ايه بس هني مش شايلنا وهددونا لا ما حدا بيعمل ان شاء الله ما حدا منكم بطيق تاني منيح ولي ما مسرحيه بس قوليها شو عن جد هي يلا شوف شرفوا يلا يلا يا اخوان يلا شو بكون شو بك انت يلا قرب كل جيب لي ستة شو وصل المعلم والله المعلم موصي على ارزي لك شو عامل فرجيها لي فرجيها انا مخبيها فرجيها
مرضني سيدنا هو ويروح ويجي ويجرب أرز حساب صحتي وأعصابي ولك شو عمل؟ ليش عاملها هيك بالعرض ولا؟ سنديني طالع. سيدنا هو الأستاذ نور. فهم أنت وياه الله. سيدنا هو الأستاذ نور بدو إياه إنه تطلع أول شيء تنزل يا بلدنا يا بلدنا. ست هند أستاذ نور. علي. أيوة. أعطيني. لشوفك باسم زملائي ابو الميجد العونر وسلامي جناب الهيبة عند everybody. مستر نور انت بتعرفني شي؟ شايفني قبل هلا شي؟ الك معي شي؟ اذا باي صفة نازل فيي من 20 سنة؟ هات ابو زلف هات ابو زلف هات ابو زلف. شو بدك مني؟ كان من شي خلني بدل ابو الزلف شي لبناني. ما عندك شي تاني تعمله مستر نور؟ شي هذا شي من التراث. فيك تحل عن التراث؟ يلعن لك الراس. شو عرفك وين صرنا بالتراث؟ بفتح التيفي اللبناني بيطلع لي معزايه، بغير الشانل بيطلع لي غير معزايه وعم يغنوا ابو الزلف. شد شايدة. بفتح الراديو بلاقي خروف بزيح الابره بزيح مع الخروف عم يغنوا بالزلف. شد شادة. كل الناس مجمعهم مستر نور ملبسوا الشراويل نازلين فينا. هات يا ابو الزلف يا غزيل يا ابو الهيبة ميج يا ابو الميج يا ميج. انا شو بتريد منا وليه؟ فيك تحل عنا؟ في عنا اشغالنا، في عنا صيتنا. مين قال لك انا بركب عالدابة وليه؟ شو الخبر يطلع مطلع عني؟ أنا عندي كوزاكي 900 CX على التالية عبر الزقة 120 مان. سألت العونة دايما مركبة وراي. أنا عندي دبة. شو الاشي عطلع مطلع عني؟ بأي صفة نازل شراويل وخواريف باسمي؟ هاي هات يا ابو الزلف، هاي هات عشو مان؟ عشروال؟ مين قال لك أنا بدي تلبس العالم شروال؟ أنا صار معي اللي كل جنابي وجرايي من ورا الشروال. أنا صرت وكيل بايتون سونيتي معك بالتراث كله. فخر الدين بيشتري من عندي. الميري بشير كل الجينزات وتيشيرتات منين جايبون؟ من عندي. ما صدقوا أنت خلصوا من الشروال. منك أنت اللي حينا بالشروال؟ كل لك معالم نرجع على هالأشياء القديمة. حاش ترجع ولافت فينا؟ نحن عم نقدم وانت عم ترجع تطلع وراك على ليلي. بأي أذن ولا بتعمل روايات بتحطنا بالوادي وبالضيعة وانت مزبط حالك بتسافر بتروح بتجي؟ مين قال لك أنا بعد أقدر أعيش بالضيعة وبالوادي؟ طلعت مرة على الوادي لقطوني شباب عم يدربوا كانوا قتلوني. ها
هربت على غير وادي طلع كله ألغام. كنت بدت أنا بعبس ترجي يطلع شي وادي. عن أي وادي بتحكي أنت بهالروايات؟ مين نحكي عن وادي كله محبة؟ عم نحكي غير محبة بالوادي، محبة بالضيعة، محبة بالساحة. منين عم بتجيب هالمحبة كلها؟ مين محبة موجودة يعني رجعت لا بدي أسألك، صار لك 20 سنة بتطدن أغاني وروايات، لكن ما تمرق معك كلمة العيد دغري بدك تحط وراها يعني عيد يوم وعيد. مشي 3 سنين زدت عليهم لبنان جديد وضلوا يوم وعيد والعنايد، هيك بدك تقضيها ولا؟ حسب القافي يعني شو فيك تحط مثلا عيد موعيد عنايد، شو فيك تحط يعني شو ممكن ليه ما بتحط مثلا لبيد؟ ما في لبيد؟ ما عم تسمع لبيد؟ بس موعيد وعنايد؟ سمعت بالانبل العنودية مين؟ إذا طلع لك شي عنودية بين العنايد شو بتعمل؟ بتعطيها موعيد ولا بتبع بالركيد؟ شو بتعمل؟ لو أنا عايش أنت قديش سنة معك؟ قديش سنة معك؟ 1983. 1983 بعدك بس طول كلمة ليالي دغري بكر وراها لحالي عليلي عبالي دوالي. ليه ما بتحط مثلا من ليلة؟ ما شفت إلا من ليلات أنا وجاي لهون. معقول هلا من ليلة فيها تفوت بالغنية؟ لا شو الغنية فيها تفوت بالمن ليلة لكان؟ شو؟ اسكت اسكت. والريح بتضلك تحكي عن الريح، ريح السفر، ريح الشمالية، هدرت الريح، ريح الحزينة، بضل معك ريح، شو بك؟ احكي شيء له طعمي، شو بدك بالريح؟ أنا عرفت في لبنانية استشهدوا كرمال تي في ملون مين؟ مسرحية فيها أشياء منيحة حاكين يعني شو فيها؟ فيها ريح والضيعة ما بتركع، ما في حدا بمسرحياتك بيركع؟ مش فايع منظرك إذا عم بتفز من اللنش على البابور وليه؟ أمتى هذا؟ بابور الغنم اللي زمطت فيه وقت اللي هبت الريح، وقت كنت مش عم تركع وما في حدا بمسرحياتك بيركع؟ وأنا نسافر وقتها كرمال الأولاد رحنا زمطت يا خشليتي وما صار لك شيء؟ نطرت لوقف اللبيد ورجعت عن جديد، فلشت المواعيد والعنايد والجرة والمختار. لا ما ضاع منه شي على الطريق؟ ما كسرت معك الجرة؟ لا بعدين معك بعد كل اللي صار رجع تكتب عن الشويش؟ اي شويش؟ لا ما شايف كان بيرجي صار فيه مقبيل الشط؟ لا ما باقي شويش بالعالم ما نزل على الشط. 10,000 شويش ليردوا المحبة عن الإيمان؟ شوفي بمخك لشو عم تعمل هالرواية؟ شو بدك تقول؟ نقول شيء مثلاً كلنا أخوة. لشو؟ كيف لشو؟ لشو بدك تقول كلنا أخوة؟ لشو بكل رواية بدك تقول كلنا أخوة؟ إنه كلنا أخوة. إذا كلكم أخوة شو في لزوم تضل تقولها؟ غير انه اخوه مثلا لهالغريب لو اي غريب؟ مين الغريب؟ واحد بتقول له الفلسطينيين الغريب، واحد بتقول له اسرائيل هي الغريب، بدي اعرف انا شو في بمخك على المضبوط، مين الغريب؟ كل غريب انسان غير انسان الغريب يعني غير شيء، غير انسان لبناني غير هو كله. الغريب بس يشوف جرب يسرقها، نعم. انت ضد الغريب؟ نعم، هذا اللي عم بقوله، هاي انا داعي العالم بهالمسرحية. هذا الشاب اللي من الصاعقة كان يوصل مرتك على المطار، مين هيدا؟ يوسف باك كرم؟ أحصانه كان يوصلها؟ مين هو هيدا؟ ده فلسطيني كان غريب يعني؟ ما بيقرط جرار هيدا؟ ما خفت يقرط لك شي جرة؟ جرة بالمسرحية هلسن انت ما عندك جرة؟ جرة ليه ليه؟ واحد لبناني قدك لازم يكون عنده جرة. بتفوت بالبراد الجرة وليه؟ بنات البنزين اللي كنت تاخذهم من امن فتح شو هولي؟ اذا ضد الغريب كيف تاخذ منه بنات بنزين ليه؟ اخرتك عويصه انت. البعث العراقي بس طلب منك تكتب له نشيد، قد ايه اخذت عليه؟ 5,000. 10,000. ويوم ما تتمشى بالاوضه وتحس وتكتب للعراق اللي بيسمع النشيد بفكرك عراقي؟ لو بيومين صرت عراقي ورجعت لبناني؟ عن اي غريب عم تحكي انت؟ انت ضد الغريب؟ لو اخذ من الكل ضد مين فيك تكون؟
ما فيك تكون ضد حدا. ليش دينك؟ شو جنسك؟ مع مين انت؟ مع لبنان. ماني مع فيك تحل عن لبنان؟ فيك تحل عن العالم؟ حس هي العالم نازل فيهم قصص على الغريب والجرة وكنا اخوي ما في شيء. لحاش تكذبوا ليه؟ شو ما في شيء؟ عجي تسير على الفاضي؟ شوفوا شو بدكم تعملوا. وليه بالبرغل في طافية، بالعدس في طافية، بس مش قد البرغل. عجي تسير على الفاضي، فتح الرينج ايه؟ لف حصل البرغل عم تعلمني على لبنان؟ واحد بتروق كشكو الاس بصير علماني؟ اللي بتروق كشكو الاس بده يصير علماني؟ نظر الاس انت بتعرف شو بيعمل بالواحد الاس؟ لوكتوب مسرحية على الاس. شو بدك بالغريب؟ الغريب 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 غريب شو؟ انت وضعك مش غريب؟ وضع البلد مش غريب؟ لوت الدولية نهبلو فينش، لوت المتعددة عم ينهبلو. كل واحد مفكر يجي بالمستقبل راح ينهبل، هيدا مش غريب؟ ليه ما بقى في لبنان إلا برواياتك؟ ما بقى في ضيعة إلا برواياتك؟ وين هو جر الكبة؟ طلع شوف المولينكس كيف عم تفلح بالضيعة مان. ور خزت الكبة الضيعة بعد قادرة تنطركن؟ ليه ما نقال بعد ما اخترعته؟ شو بدي انطركن؟ اشتريت شوية سوني، أنا بشوي اللحمة على سوني. مين هو سوني بخصك؟ ياباني غريب، لكل شيء عندكم غريب. فخر الدين بعد عنده وقت يحط بلاي الدفة بيفوز دفايت تاشي. مين تاشي؟ ياباني غريب. للساج صار من اليابان، عملوا لكم الكتريك ساج باليابان بعد حدا فاضي رق؟ اللي كانوا رقوا قاعدين على الفيديو وانت بعدك نزل نواح ناطرك تحت الشباك ما بتسأليني شو بك؟ شو بك؟ وانطرتك ما جيتي شو لا ينسيتي لك شو هالمخلوقة اللي ما بتجي ولا غنية؟ ما تكون عم تضهر مع غيرك ولا؟ انتبه ما يكونوا شدوها المارينز انتو هتعمر لبنان جديد. بدك تعمر لبنان جديد كله غنانه وعنقيد؟ اي عنقيد؟ للعرق ما عاد بده عنقيد، عم يبعثوا له حنجور من باريس بدل عنقيد. لواد العرايش حنجور هالقد صار، وينك انت؟ انت مش فاضي، انت مش راح تركع، والضيعه ما بتركع، فوق جبال ما بتنطل، دبك 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 ولا؟ بعد في جبال ما بتنطل؟ للتراب الدربكي بياخدوها من امريكا، لأوروبا بلشت تلعب طاولة، لحريم العالم كله بلشت تخلع. شو فكرك تسرقهم بعد بالحمص؟ لأخذوا كل شيء وعم يطوروه، زقوا كل شيء وعم يرجعوا يبيعوكم إياه مرتب، وبعدك انت قاعد تلطش على كامل الأسعد يا بزوينك. ليه؟ لقوا حل لأدهة الشروال؟ اخترعوا لكم شروال لسحابة يا بوش؟ قوم مستر نور، في أقمار اصطناعية عم تصور تخلفك من عبكرة العشية. باسم التراث اللبناني بحب لك صفتك نعتك عرضك حريمك. نحنا بنرفض كل الأورمة اللي عم ترتكبها باسمنا والأقمار الاصطناعية عم تعممها بالعالم. لبنان ما بيقدر يقدم معزياتك معورضين بطريقه. مستر نور، بما انه الزفرة اللي نشرها عنا بالعالم ما في صنف كولونيا بروحها، وبما انك عم تدعي انك بتحب ترجع للتراث، تفضل ما حدا معك سلاح. شو بدي سلاح؟ سلاح كل شيء منه لبناني. سيدنا اذا ممكن نتفق نحن وياك هدي
البوس سودي يشرف معي. للضيعة اللي بتحكي عنها في منك بياخدك عليها، لكن للأسف بما إنها مش موجودة راح وصلك على ضيعة من الضيعة الموجودة. شو رأيك بساحد فرنا برخ مثلا؟ سيدنا أنا هاي رويات عم بعملها هيك ما قصدي شي فيها. إيش ليه؟ سيدنا بصلك فر نبرخ في نقطة لازم نقطة تاكلك شلاح. فهمت شلاح؟ فوت شلاح بالغابة. روايات ايه؟ بعد في حدا بيحضر هيك روايات؟ انتو بتحضروا روايات مستر نور على التيفي؟ انا بحضرش الا دالس. دالس اللهي تمام. دالس انت مع جيار ولا مع بوبي؟ انا شخصيا مع بوبي. عباس بيعجبه جيار كويس. والله جيار ما بيشكي من شيء سيدنا، انا بلاقي بيمثل احسن من بوبي يعني. جيار حطه على الكوش يا زلمه. قال يا سيدي بس انت خذها كدوره. ايش لابسه دوره؟ شايلين كيف بذرع بهم كلهم يا شيخ؟ الشرف بخاف منه. شفتوا بديك الحلاقه كيف اجى ظبطه للشرف مين؟ خيب المصاري شي اكيد، ما زال مرته عم يلعب عليه. اوه مرته للجيار شلخه. شايف سؤالا شو هالنتية؟ يا والله يا سلمي من وين بيجيبوا هالاناثه هيك؟ شو بعرف؟ والله الشلخه مش اللي مزوجينها بابي بكون. اوه كمان مستر نور هلا كفر نبرخ مش معقول. ما في شيء كلكم اخوه كمان. كلنا اخوه بس هلا ما في اخواننا الدروز ما في مشاكل بين لحظه بس خليني اقول لك. خي ما بتعرف يا اخي هلا انت الاوضاع ما بتعرفها. ردات فعل بركة اخذوني كمسيحي. لا 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 بتوقف بنص الساحه تعمل لهم روايتك بتقول لهم بالمحبه واللي ما بيمشي الحال تنون. محبه انا غريب عن كفر نبرخ هلا بيفكروني متسلل عليهم سيدي. فري لنا مواعيد وعنايد. هي مواعيد سيدنا والله مسيحي بيلعنوا اللي خلقني والله. سيدنا خليني احكي سيدي. اذا خايف يعملوا لك شيء هدي هيدا سيف. وهيدا الدرس. دافع عن نفسك. يلا مفاتيح سيارتك وين؟ هدوا يا شباب هودي مفاتيح سيارة BMW 605 CSI واقفة قدام المسرح. تبوا شحنوا لنا اياها على اسم طانيوس شهيد ولا راح اليها من حقية الله. يلا مان